تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شدا اف ام، تحية لكل الأصدقاء. سي فخر الدين الزميل الصحفي الأستاذ سي عزيز بالبودالي، اليوم سيدي عنده في المركز الثقافي في أنفا حفل توقيع الكتاب ديالو الجديد حول السيرة ديال الدكتور سي محمد طلال الله يرحمه، المدير والمؤسس ديال المعهد الإعلام والتكوين الصحفي. فرحان مسكين. طلال الأخ ديال دكتور طلال. دكتور طلال الله يرحمه. درت ليه مسكين في الدراسة ديالك. اليوم كاين توقيع الكتاب. يلا الله يعطيك الصحة. تحية للسي عزيز بالبودالي، زعما الله يعطينا ذاك الإنرجي اللي عندك واخا. كيف فكر مسكين في هذا. وأنت مازال ما ناويش. والله العظيم أنا داير معاه غلط. خصني نجلس معاك مع عاوتاني يقول لي كاين ما يدار، كاين ما كاين لا ماتير. قال لي كاين ما قال لي كاين ما يخرج من عندك. والله الا كاين لا ماتير. تحيه للسعد عزيز بن بودالي. والله الا شي نهار كي قلت لي اموني غنفكروا فيها، لانه ما كي قلت لي ماشي شي نهار ما كتعرفش كاع غير الحياه. لا واش ما تبغيش انت السيره مثلا وانت باقي حي ولا بقاو تسناو انت حتى الوينرز يفكروا يهزوا تصويره عاد الجيل الحالي حتى شكون هو هذاك اللي هز. والحمد لله والله ما لك. لا معروف ما لا عند الجيل الحالي. لا انا ديك النهار تيف وشفته هو الاول صراحه. لا والله ما عندك اهتمام بها الجيل الحالي. لا الحمد لله. شو منير اللهم لك الحمد. كاين بعدا اللهم لك الحمد وشكرا لهاد الدراري بزاف، لانه ماشي ساهل باش يفكر فيك الانسان ويدير لك. شكرا لهم بزاف. ثم كي قلت انت واحد الكلمه اللهم لك الحمد، حنا بقينا الاتجاه ديال الميديا والاعلام وهذا خلانا لانه نبقاو في راه ما اللي عاوننا شنو هو منير، ما نكذبوش على راسنا، اللي عاوننا هو القرب منا من الناس، هو هذا الشيء ديال الاذاعات. الاشتغال في التلفزيون في القنوات راك عرفتيهم نتايا هذا هما اللي خلاوك تبقى السميه ديالك ورانا. حتى حنا كون ضلنا مع الدوره كيف داروا بزاف ديال الدراري الاصغر اللي ما بغاوش ومشاو جلسوا. وكاينين دابا ما عرفتش. لا كاينين كيقول لك اخو فخر الدين انا ما كنقدرش، كاين اللي ما عندوش ديك الجرأه على انه هو راه باغي يهضر معك. وكاين هو اللي اختار. يلا معايا نجلس معك في قهوه، كاينين دراري تنجلس معاهم في قهوه يهضر معك يبقى يهضر معك حتى الصباح. تعطيه تقول له ميكرو يلا تلفزيون. لا خليني اسمح لي. علاش هذا الشيء اللي كتقول لي انا هنا ما تمشي تقولوا الناس ويعرفوك انت راك لعاب دستي وعطيتي، ولكن ما عندك ما دير خوتنا وحبابنا. فكي قلتي انت التفكير في الكتاب خاصو يكون عندك الحق. استغلوا ما حد باقي بحال عبد العزيز بالبودالي. لا ما حد باقي كنعقل. لا وحتى الجمهور يعني كيبغي بحال هاد يعرف يعني لي زونسيان جوار الاجيال. ما حد باقي كنعقل. وحتى المكتبه فقيره. ما يجينيش الزهايمر. بزاف. باش ما يجيكش الزهايمر. باش نعاود نذكر. لاتي راه واحد الدري عزيز ديما كان كينصحني على القضيه ديال الكتاب والله العظيم. الدري ظريف العمر هذا عاشق ديال اولمبيك اسفي. اييه. وخلوق ظريف الله عمر هذا. وكيصيف لينا دي ميساج وداك الشيء وديما كان كيقولها لي مسكين كيقول لي علاش ما كتفكرش ندير واحد الله. فانا وقيلا ان شاء الله غنين. ان شاء الله توكل على الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا المهم تحيه للسي عبد العزيز بالبودالي. تحيه لكل واحد خدع على عاتقه انه يكتب ويؤرخ ويدون. عاود نذكر ثاني السيره الذاتيه ديال السي عبد المجيد الظلمي الله يرحمه مع إدبيهي سي كريم إدبيهي، كذلك مول الكره الحاج محمد فارس وابو مارلي بغينا كتاب. انا عندي في الواتساب بوب مارلي دير شورتو وكوداس حيت هو كيلعب تا هو هذاك عرفتي تبارك الله شحال كان كويري كويري بالقطا بالغنى وكويري في الارض ودير كتاب اصاحبي واخا سي عزيز. تحيه لسي محمد تويجر تا هو اللي كتب على الحاج حميد الهزاز الله يرحمه والاخرين يعني الا نسينا شي واحد يسمح لنا. ورغم ذلك المكتبه باقي بزاف ديال الاساطير الصراحه فقيره جدا. تحيه للدكتور مصطفى الشيخ ديالي تا هو انا شفت بزاف ديال الكتب ماشي واحد قولي لي ياك بقا تسل فيه تقول بلاتي تيخرج بلاتي تيخرج بعدا ادير لنا شي ثمن رمزي الله يجازيك بخير بلاتي تيخرج حنا بدينا شو المغاربه غادي ندير نبيعوا في اوروبا. واحد السيد سميتو شوف بعدا لو كونت سميتو معا الوليد راني غلطت سمح لي كاتب لينا سيرو تصليو يا عمي منير ناري وصلي تقبل الله الا كنت انت في الجامع وشاد التليفون فين فين الصلاه فين الظهر ايوا حنا خدامين دابا. السلام عليكم. الجمعه راه كنديروا لا اللي خصو لا غير هو مثلا الا كان غيصلي وغينصح الناس واش انت في الجامع وكتكتب منير منير اجي نقول لك شحال مره كننصحك والله العظيم اللي كندوي معاك شحال مره منير تنصح انا غناخذ النصيحه الله يرضي عليك ولكن واحد النصيحه اخرى ما غنديرش بها لا غير تسمح لي الله يرضي لا انا كنصحك بعض المرات دابا شوش كدير ضيعتيني انا خمسه دقائق خمسه انا ما كملت 30 ثانيه باش تفيدنا
انت مشيتي ليا لا خلينا الله يحفظك مع الناس اللي كيعطيونا باش نتفاهموا وما تزيدش فيه عاوتاني ايوا بالعاني باش تما باقيش تزيد فيه 5 دقائق بقات تبقى وعلى الله الكتابه اش تعطي المداري يمكن غير يكون معول على 400 صفحه تعطونا الكتاب ما ديروش صانت لي السي فخر الدين مرحبا بك وايمان زيد في شهر يوليوز كانت واحد الصوره تنشرات في المغرب الفاسي فيها سيدي فيها سي اسماعيل الجامعي كرئيس وقدم عبد الحي بن سلط كان كمدرب من بعد التجديد ديال العقد ديالو قدم سي مصطفى الخلفي كمدير رياضي وشكيب جيار كمدير تقني في شهر 7 دابا شحال حنا 19/10 ما بقى حتى واحد فادو واحد فيهم بوحدو واحد فيهم مدرب الوداد فاس شكيب جيار اخرهم عبد الحي بن سلطان كان هنا مشى وسي مصطفى الخلفي جا مشى بعد ليكيب ناسيونال عاد جا الوداد ها هي المشاريع والا فلا انت علاش ما تقولش لي بارك الله فيك السي فخر الدين راه الحمد لله راه ما انت راه ما كتكذبش وراه ما كت راه كلامك راه الحمد لله علاش كيقولوا عليا الناس كيتلاقاو تيقول لي والله العظيم كنوصلوا داك الشيء اللي حيت كاين بعض المرات شي وحدين تيبغوا يكذبوا على راسهم كيسمع في راس الاخبار ولا كيشوفه وكيكذب على راسه ولكن اللي هو منتمي لهذا الكذوب وتيبغي يلمع هذيك الصوره يلمع هذاك الكذوب الوغ حنا داك الشيء ما كنتيقوش به انا ما عمري ما غنثق بداك المشاريع وبدال هذا مخطط النتائج السيمونير نتائج كتخليك تطول ولو يكون عندك المشاكل طونك ليكيب ديالك تتربح مونير وانت عندك دي بروبليم لداخل على انتيريور ما تخافش كتغطي عليك الفرقه طونك انت كتخسر واخا تصيب لي صيبتي لداخل عندك صداع غاتمشي غاتمشي ولكن بالنسبه لك فخر الدين انت ايه مشكور لان كل مره فيما كنا كنجيو نهضروا على شي تصريح ديال شي واحد ولا شي مشروع ولا شي تقديم كتقول له دير ما كاين لا مشروع لا والو انا كنامن ب انا من العام الاول فاش خدمنا انا وياك كنت كنستغرب لهاد القضيه كنقول له ما يمكنش عاوتاني دابا وليت كنثيق بانه راه ما كاينش جربتي ما بقاش شي حاجه سميتها مشروع شي واحد طول انت من غير تطوال لا غير بلاتي انت كتقول لي انا عندك حق يمكن واحد لقيتها شكيتي فيا ولكن قلتي بلاتي نشوف واش شي واحد جا دخل بمشروع وخلوه انا نسيتك واحد القضيه يمكن لنا ديفيت ديال الزاكي دابا خمسه انا بالنسبه لي دابا الا قدرنا نهضروا بالمشروع ديال الكره المشروع راه باقي خصو مازال يبقى حتى شي حاجه ما تلعبات اه تصلت ليا واخلي فهمتك نهضروا بالمشروع كتعامل بالمشروع دابا في الانجليز في الاسبان في كل شيء الماكسيموم تقريبا هو 10 الماكسيموم امونير 10 الماتشات حتى 11 ها هو الزاكي جا خصك تعرف واحد القضيه دو فيكتوار طنجه تكون هي الثامنه هاد المشاكل اللي كنهضروا عليها دابا ما تبقاش بدو فيكتوار حيدو دو فيكتوار اون سول فيكتوار ها انت تريزيام اون سول فيكتوار تريزيام طنجه ما بقاتش بارمي لي ديرني وغادي يكون وغادي يخدم المدرب ولكن هادشي ما عندناش حنايا عندنا حنا خاصك الا جبتك بحال دابا اليوم اتونسيون الزاكي راه غير شويه باش فات لي 3 ماتش وما راه ما خلاوش راه ابارتير ديال التروازيام ماتش كتبدا اللغط كيبداو اجتماعات انا بغيت نفوت هاد القضيه ديال لونترينور كاع حيت لونترينور هضرنا عليه بزاف بحال مثلا ملي كتلقى التقديم ديال المدير التقني تقديم ديال المدير الرياضي مدير التقني ماشي ديال اون سيزون ولا جوج لا. ولا ثلاثه لا ديال واخا فهمتيني اش بغيت نقول لك اتسن انا هو المدير التقني اييه خدمت عام وانا في وسط الكلوب اكتشفت حمزه وايمان ومنير جو سي با بقيت غادي هذا ما كملتش انايا شكون اللي غادي يدير لو سويفي ديال هاد الناس اللي هنايا شفناهم انا في لي كاتيغوري وكيفاش غيوصلوا وكنت معول على ان هادو غنديهم انا الكادي ولا جو سي با ولا لي جينيور ولا فهمتي يعني انت داير واحد ما كاينش مشروع على الخدمه ديال خدمه ديال لون تيرم ديال 3 سنين 4 سنين 3 سنين هي اللي خصها تكون دابا هادشي كله اللي تنبغي مع مونير ما تنوصلوش ليه لا الديريكتور تكنيك ما بعدا واحد القضيه صغار باش تلقى عنده هاد المسؤوليه ثم هاد المدير اللي هاد السميه اللي جبتي مدير رياضي هاد المدير الرياضي يا منير ما عرفتكش علاش كتقولها انا بالنسبه لي المدير الرياضي الا كان في ليفربول في ليفربول غادي تقول مدير رياضي ولا في البي اس جي بي اس جي مدير رياضي في سيتي رياضي في ريال مدريد علاش لان على الاقل المنشات الرياضيه اللي كيتوفروا على هاد الناس وداك الشيء اللي عندهم
من ملاعب وفين خصهم يمشيو ومطاعم والدراري اللي كيتوفروا عليهم والدريات اللي عندهم في لي كاتيجوري ديال راك عارف انت كيلعبوا حتى هما تشامبيونز ليغ ولا خصك مدير رياضي انت عندك مدير رياضي علاش كتجيبو انت بعدا بلاتي نقول لك انا نعرف انا المدير شي اختصاص ديال المدير الرياضي انا اللي كنعرف المدير الرياضي هو اللي كيكون عنده علاقه بالليكيب بريمير كيسافر معاه هو اللي صيله الوصل بين ليكيب بريمير يقدر كاع يدير ديكلاراسيون ولي ديريجون يعني مدير رياضي انا اللي كنشوف مثلا ما كنشوف بعدا البيدجي ديال ريكروتمون الخصاص بالتنسيق مع مع المدرب هادشي في الناس اللي كيحترموا التخصص هنا في المغرب كتقول يا مدير رياضي حتى ديريكتور تكنيك ما عندكش وكاع الى عندك الاختصاص ديالو راه معروف اختصاص معروف تيكون في واحد البليصه في التيران ما يقدرش كاع يوصل للمدرب يشوف المدرب واقف عليه يعيط الرئيس يقول له الله يرحم باك راه ما يبقاش يبان هذا ما بغيتش نشوفه ويا ما شفنا هادشي حتى راه هذا المشكل ديالو انا وليت عارفه راه المشكل اللي باقي انا ما عرفتش واللي خصني نمشي نقرا عليه هو المدير الرياضي تفرقه ما عندهاش فين تريني عندها مدير رياضي هنا اداره وما عندهاش اداره وعندها مدير رياضي انا اللي بغيت نسول فخر الدين واش ما كاينش حتى شي فريق في المغرب بهاد لا استراتيجي اللي قلتي هنايا يعني عنده هاد المدير الرياضي التقني جوغ كيصبر كيصبر على واحد راكيل شوف كيلك زيكيب عندهم لي تكنيك ولكن فتح الرياضي الرياضي ولي فار ولكن سا نامبيش با ما شوف هما اللي كيصبروا على دوك لي جون واخا واخا الفتح الفتح هاد العامين هادي ما صبروش المقومات ايمان اللي كندوي معاك انا هما المقومات اللي غيتوفروا على هاد الناس انا ما كنلومش هاد الدراري انا فخر الدين غدا تعيط عليا ديري انا ديريكتور تكنيك يا اما غادي نصبر لك داكشي اللي بغيتي مني وتبعديني هادشي اللي كنتي باغي تخدمي لك تخبزي كما قال مونير كتقول انا ما كاين حتى شي مشكل ولكن لك بصح عندي القيمه ديالي وكديريكتور تكنيك وخصني نشوف ليكيب بريمير ونحضر ليها ونقدر نناقش حتى المدرب هذا دابا الرئيس ملي كيبغي يدير اجتماع ما خصو يديرو مع المدير الرياضي دابا بغى يناقش المدرب في لي ريزولتا ديالو شكون اللي خصو يكون جالس بارمي لي بريمير اللي خصو يكون جالس راه هو ديريكتور تكنيك علاش؟ لان هو كيعطي حتى هو فكره وكيقول لي فوالا وكيكونوا الناس راه هذا هو علاش كنهضروا ثم هذا المدير الرياضي راه كاينين الناس مساكن معذبين لي جون ديالهم ما عندهمش حتى فيترينو ايمان ما كاين حتى شي حاجه ما كاينش شي ما كاينش شي اساس ما كاينش مشاريع ايمان ما كاينش مشاريع غادي يخرج يمشي هذا السيد كي قال لك منير يخرج يدير ويدير ما كاين والو ما كاين والو ما فهمتش ما عرفتش واش غنقول لك كاين المدير التقني وكاين المدير الرياضي وهذه اختصاصات ومناصب اللي منصوص عليها في دفتر التحملات بالنسبه للانديه المحترفه في القسم الاول والثاني مع كامل الاسف منير انت كتمشي عام داكشي اللي مكتوب اللي مكتوب كنكتب لك بانكم انا حنا انا الجامعه واللي مكتوب وما كاينش معليش انا الجامعه مسؤوله خصني بغيت نشوف وبغيت نشوف اش كنديروا حنايا كنوضوا حنا باش انت ما تقلقش عليا باش انت ما تقلقش عليا ما كديرش كنوض انايا كنجي وتنقول دابا خصنا نديرو ولكن داك الشيء ما مقننش امونير ما مقننش حتى حاجه ما مقننا انا كنقول لك اللي بغى يدير مشروع دابا هذه صوره عطيتينا انت نموذج المغرب الفاسي نموذج هما مصورين على اساس نشوفوها واحد على الاقل عام غيصبروا عليه ديال انترافاي اييه نشوفوا فيه الخلفيه هنايا كي قلتي نشوفوا جيال ونشوفوا ما كاين والو ولكن هي عاوتاني الجماهير ما كتقدرش تصبر على لي ريزولتا ولكن ترى قدمتي لهذا الشيء للجماهير قلتي شرح ليهم قول لهم راه ليكيب بريمير ها المشروع ديال الى يعني كانوا نتائج سلبيه راه اوتوماتيكمون غيتم لا حيت هو ملي كديري استقاله ولا الاقاله ديال المدرب ملي كديري مشروع مع شي مدرب انا ما كندافع على حتى واحد كندافع على المسطره اللي كنشوف انا ولا على المهنه المدرب مهنه المدرب راه 5 ماتش حتى هما راه سي با سيفيزون بالنسبه للمشروع الا جلستي مع المكتب وقلتي ليه انا هاد الفرقه غادي ندير حيت 5 ماتشات راه قليله ايمان قليله حيت 5 ماتش ما انت طحتي ما انت ديتي البطوله فوالا وعلاش كنقول بحال هكا حيت ملي كنهضر انا ومنير بعض المرات كان مونير كيقول لي ناري هادو راه 15 وهادو كنقول لمنير اعطيني تنقيط تيقول لي منير 3 بوان تنقول سافي دير كوا تقول لي مالاش على شنو؟ تنقول لي صافي ديك كوا تقول لي ماتش تنقول لي فوالا ان ماتش تنولي عاوتاني انايا تولي وهادي عشناها ومازال ان شاء الله يطول لنا العمر مازال تعيش معنا تعيش معنا هنا غادي تجيب لي كلاسمون انت بحال دابا نهار اثنين وغادي يبان لك بان ديك الفرقه صافي هي اللي فاذا به
دغيا كدير ريمونتادا. ماشي لا ماشي ريمونتادا عين لي بوين ما كيكونوش كثار كيكونوش كثار لي بوين. فاصل موسيقي ثم نعود مستمعي الكرام لمواصله الحديث. هذه المره غندخلوا المباريات اللي تلعبات البارح المباريات ديال الدوره الخامسه. تعادل الجيش الملكي مع اولمبيك اسفي 1-1 وتعادل جديد لنهضه بركان بمدينه بركان مع المغرب التطواني 2-2. البطولة من الوحدة الثلاثة ديال الحشية مع منير أبري فخر الدين رجحي وإيمان بوليد على شادة FM. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادة FM. تحية لكل الأصدقاء وكل المتتبعين. تحية صباحية من تكساس. هذا السي أبو سارة السعدي الله يبارك فيك. كيلعبوا بحال المدرسة الإسبانية. أحلام شكون هما اللي كيلعبوا بحال المدرسة الإسبانية؟ أحلام تطوان المغرب التطواني عزيز الشريفي العلوي مهزلة حكيمية في لقاء الجيش وأسفي. وخلي خويا حتى اللقاء الأسبوعي للحكام وشوف البينالتي مسطا كاين حتى شي كارتون وقيلة تما ناجي يمكن. تحياتي سيموني الفخر الدين وخا نصيحة لوجهي لنا أعيش في ألميريا. يوجد هناك لاعب مغربي في فريق الرديف موهبة خارقة حذري ثم حذري عنده 17 عام. شكرا للجميع وبالتوفيق. الله يبارك فيك. إلا كان في ألميريا راه غيكونوا شافوه لي سكاوت هنا قريب غيكونوا شافوه. Moi aussi j'ai écrit un livre sur mon tour du monde à vélo Driss El Qadiri. Malheureusement les Marocains ne lisent plus. إيه ورا هذا هو المشكل. هادي عنده. Mais le plus important c'est ثقافة ديال ثقافة ديال القراية هذه ما تقدرش تدخلها لا سميتو صعيبة صعيب جدا. صعيب سلام. ولكن على الأقل ديروا بحساب لهذيك الفئة القليلة اللي باقا كتقرا اللي باغا ما كاين مشكل. السلام عليكم أجمل وأروع في العالم كاع بلا بدر. شكرا سيدي بارك الله أجمل وأروع برنامج في العالم. سعد المجيد أهلا وسهلا سلامي وتحياتي. منير الصحفي والاخ الاسطوره فخر الدين والاخت ايمان شكرا لك السي عبد المجيد. السلام عليكم سي اوبري. فاندر بروك جا عاوتاني راه في المغرب عاش ويلي في الدوره اللي طاح يعس في الدوره اللي طاح شي طاح شي مدرب باش يكون يقدر يرجع للجيش. راه ما فيها شوف شوف علاش تابع عينيك اي مدرب غيمشي في الدوره يبقاو هنا من الاختيارات هو فاندر بروك. لا الا كان كيدور هنا مصايب دابا هو البلاصه ديالو صايبة. السلام عليكم أبطال سي فخر الدين. نحن في عصر الصورة المهم الحضور الرقمي للبقاء في ذاكرات الانترنت لأن هذه الأجيال لا تقرأ. داكوغ تادي عنده الحق فيها. الحمد لله اللي كاين الشيء ديال لا الحمد لله عنده الحق عنده الحق عنده الحق مزيانة هذه تاهي. بغيت جواب على هذا السؤال هذا سيتي فوت. علاش حمد الله كيطلب منه الركراكي خاصك تماركي وتبين ليا باش نعيط لك وفي نفس الوقت كاين اللي ما كيلعبش حتى مع فرقة ديالو. شوف هذا الجواب ديال الركراكي راه جاوب به ذاك النهار اللي غيتحمل راه جاوب ذاك النهار راه قال لك انا اللي كندير كل شيء صافي. ما بقى واحد اليومين وغادي يتم الافراج على اللائحه الاوليه اللي فيها تقريبا شي 50 لاعب ولا 56 هادشي اللي كاين وديك الساعه نشوفوا. الودادي تحياتي لكم كاملين وديما وداد ان شاء الله لا فيكتوار سوسوار بيناتكم السي الودادي ما نقول لك حتى شي حاجه. سلامي الحار اليكم من السويد سي نور الدين منصور. سؤال سي فخر الدين واش الحكام المغاربه ما عندهمش الجراه باش ياخذوا القرارات؟ عبد الاله نجاوب. كاين حكام اللي كانت عندهم الجراه ولكن تم تقليم اجنحتهم لسبب من الاسباب. كاين شحال من حكم كيسالي الماتش كيعيط عليه ذاك المسؤول عليه هو غادي مازال راجع في الطوموبيل باقي في لوطوروت راك درتي وراك فعلتي وفلان راه تقلق وفلان راه ايماجين كيفاش هاد الحكام غتبقى عندهم هاد الجرأة هادي وراه عاطين الصورة اللي كنشوفو حنا حنا حاليا صافي. ياك قربت للصورة شوية فخر الدين؟ لا لا داكشي اللي كتقول هو اللي كاين. قربنا للصورة هو اللي كاين. النهار يولي عندنا تحكيم مستقل على 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 الجمعية بوحدة الحكام بحال القضاة الساعة ممكن تحلم شي حاجة. فاندير بروك جا عاوتاني واخا انت واخا ننتظروا فاندير بروك. جوج لجوج نهضة بركان والمغرب التطواني بعد ما كان متقدم بجوج لصفر. كتسمى بحال الهزيمة البركان. أنت كيف شفتي بعدا؟ وهو مباراة كانت متحركة قدر فريق نهضة البركانية فاجئ المغرب التطواني بهدف بالرأس وثم الهدف اللي الخطأ كيتحمل مسؤوليته أنا كنظن وهذه كتوقع الحارس مرمى لأنه لما جات الكرة تلقاها ورجعها للعب التورنون ديال الماتش تقريبا هو انه فريق المغرب التطواني من بعد ما تلقى جوج ديال الاهداف كان دائما يناور وكيحاول باش يمشي
الدفاع ديال الهضره البركانيه بركان ما قدروش بهذيك الوقيته اللي انت ملي كتكون رايح جوج زوره منير عندك لافونتاج لان كاين فراغات كتكون في الدفاع وحتى في جهه الاجنحه ولا هذا ما استغلاش فريق الهضره البركانيه حافظ على ذوك جوج ديال الاهداف ويمكن بقى كيتسنى دائما الوصول وهذاك الوصول ديال المغرب التطواني اشاك فوا اعطى هدف اول وثم هدف ثاني الرجوع ديال المغرب التطواني في دوزام ميطون عاوتاني نفس الشيء اللي وقع للحارس ديال المغرب التطواني وفي ذاك المكان منير كيوقع للحارس ديال النهضه البركانيه وكيستطع فريق المغرب التطواني باش يرجع في النتيجه. انا كنعتبرها منير وكنت قلتها لك تلك المغرب التطواني ما غاديش يجي لتطوان وهضرنا على قضيه الملعب وعلى دخلنا بزاف ديال الاعتبارات في هذه المباراه هذه وحتى المغرب التطواني على حساب المباريات اللي دار في تطوان راه كنا كنقولوا راه ماشي كان كيكون خايب الى اقصى درجه فريق نقدروا نقولوا مستحسن ولا فوق المتوسط اللي ما كيقدم مباريات كاين هناك تحركات من طرف اللاعبين كيبقى النجاعه الهجوميه يمكن هذه النجاعه مره فرا في غياب هي اللاعبين ديالو يمكن هذه النجاعه تكاليفيوش اليوم اللاعبين يمكن هذه النجاعه الهجوميه بانت وقيله البارح على الاقل ملي كتسجل جوج ديال الاهداف على الاكستيريور راه ديجا با مال. النقطه استفهام ولا علامه استفهام هو الهضره البركانيه جيسكا ماتنو ما كاين حتى ارباح في بركان وتكلمت معك منير قلت لك اتونسيون هذا بركان راه على الصعيد الافريقي ها هو هنا غير وجه ولكن هاد الافريقيا راه دابا المشكله مع من كتلعب وكيفاش كيدور هاد الماتش اللي كتربح انت بعدا راه هذا هو المشكل ولكن على الاقل انا واش غتفق معايا ولا لا داك لونكاجمون اللي كانوا فيه اللعابه ديال نهضه بركان في الماتش ديال الفريق النيجيري ديك لا ما كتكونش في الماتشات ديال ماشي ما كتكونش بالعكس انت ما كتبانش ليك يمكن هما كتبان لك انت في ماتش ديال افريقيا لان كيبان لك الخصم الاخر ضعيف ما ودابا صمت يا منير دابا انت يمكن كتبان لك ديك لي دويل انت كتلعب مع فرقات تستقد الابسط الاشياء انا كنقول لك الهدف الثاني اللي تسجل ذاك النهار على هذاك الفريق راه اربعه ديال اللعابه داز الكره برجليهم شي طاح على شي وشي ضرب شي ودخلات راه الكره ما بقاوش كيدخلوا بهذه الطريقه منير ولا بوتيت هذيك لا غرينتا اللي عندهم في مباريات ديال افريقيا زعما في الكونفدراليه وداك الشيء حيت كيكونوا مباريات حاسمه ماشي بحال البطوله وديال البطوله ما حاسمهش ماشي حاسمه اكطويلمون لانه مازال عندهم ماتشات واخا هاد لي بوين راه كينفعوك راه كاتر ماتش يلاه درتي فيهم 5 ماتش درتي فيهم 1 بوين بالنسبه لهم هما راه مازال ملعوبه البطوله وانهم مازال غيجيبوا يعني انتصارات انا ما كنشوفهاش بهالطريقه انا كنشوف الضعف انا غنبقى ديما نقولها كنشوفها بالضعف ديال الخصوم ولا الخصوم اللي سميتو ما تعرفش فين حيدها لي انا حيت مشيت بهذا المنطق ديال النظريه ديالي وشوفها ديالي انايا ما كاينش هناك ابار كاين قليله من سميتو وكنشوفوا الامور كيفاش كدور وكيفاش هذا ما نبقاوش نطولوا في هذا الشيء شوف راه باين حنا الله يرضي عليك ما نبقاوش حنا كنلعبوا مع واحد فراقي سيرتو هذا كتقول لي بركان داك النهار بهذيك الفرقه ديال نيجيريا راه كيبان الامور كي دايره فريق اللي هو انا قلتها للمونير قلت له اتونسيون الفراقي ديال البطوله بزاف على هذوك في النيفو تطوان راه حسن من هذيك الفرقه ديال نيجيريا على 100000 درجه راه تطوان غدا تحطيها بحال بركان في الكاف وتلقى حتى هي الدعم وتلقى هذا وما لفاش لعبات في الشامبيونز ليغ ما وصلاتش في المجموعات وصلت راه جديده على المشاركه وصلت الله يرضي عليكم وصلت الاهلي اذا باش نكونوا شويه واقعيين قلتها انا بركان في البطوله لقي مشكل مع انا غير الا مشيت بهذا المنطق ديال ايمان مثلا هي نهضه بركان قلت لك في اربعه الماتشات داروا ان بوان اتحاد طنجه في اربعه الماتشات زيرو بوان وشحال بينكم من اتحاد طنجه؟ نقطة قلت لك انا شكون اللي مرشح اللقب وهو اللي خصو يلعب بالادوار الاولى؟ هو نهضه بركان شفني كانوا لي ريكريتمون في الاول فاش داروا وذوك اللعابه اللي كانوا كيجيو جميع الجماهير المغربيه اش كانت كتقول؟ اللي غادي ينافس على البطوله هذا العام حاطين الوداد حاطين الرجاء حاطين نهضه بركانيه حاطين لي فار تيقول لك هادو فراقي علاش؟ مشاو على بركان لي ريكروتمون للرجاء تغييرات تغيير ولا ريكروتمون الوداد اش كيقولوا هادو هما الفراقي القاطره اللي غادي مع كامل الاسف باقي ما شفناش شفنا لي فار وي واحد شويه اما بركان باقي ما شفنا والو والمشكل باقي مطروح في الرجاء لحد الساعه راه الوداد هي اللي الى تا لا حقق الارقام حقق النتائج الى رشحتيها راه لحد الساعه راه هي المرشح الوحيد
في الطريق اللي غادي كيدير دي بوريزو. ناخذ فاصل اشهاري ثم نعود لمواصله الحديث. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده فهم. هي راه خبايا وخبايا والله العظيم الا تبعت هذا الشيء مشكله. ما تدخلوني معكم هنايا. بدايه النهايه ديال عبد الحق بن شيخه. لا ماشي على حساب لو طون اللي تعطى الايبينغي ودوك الكوارث كان كيدير. ما عرفتش جو سي با شنو التصرف اللي غادي يكون. انا على حسب ما وصلني من احد الاصدقاء في نهضة بركان ان بن شيخه عبر عن رغبته في الرحيل البارح. كاع يلا بدا يمكن الجو العام داخل غادي تحط. لا صافي صافي يمكن ذاك الصراع اللي عنده الداخل مع اللعابه. إلا بدا عندك صراع الداخل عاوج راسك. انا من رايي اللاعبين زعما كتشوف الضغط من المكتب مسير من اللاعبين دونك راه اوتوماتيكمون ما تقدرش تكمل في الفرقه. ما تقدرش واخا تبغي ما تقدرش. شفتو الا كان عندك الخلاف مع القريديه اللي حاطهم في البون دو توش. لا القريديه راه رفخرتي دوك اللي عندهم القريديه بالصيفه ما القريديه بصح في الحدود كانت راه في الحدود. لا القريديه راه كيجيب لك ايوا ما عندها ما ندير. كورتنات كلمه على المغرب التطواني واخا غادي ماشي ماشي تكرار خدمه ديال ندول لويسي. لا داو ان بوان الخدمه باقي ما تهضرش عليها. جايين اللاعبين شوف منير وصل اخاك ولو ظالم ظالما او مظلوما. مظلوما علاش كتقول لي او نيفو دي جون هما باقي ما كلفوش اليوم لي جور غاديين باش ما كان تي اوبليجي. انا نقول لك الا عندك شي نقيلات لتحت بزمنك تشجعهم وغتكون فرصه لهاد الدراري يا اما ينجحوا ويبقاو غادي مع الفرقه او نوتوندون الا ما كانوش ريكروتمون كاع راه هما اللي غينجحوا غيستافد فريق المغرب تطوان اللي غتكون غير كتيمورخه ماشي بخاطرك ولكن غتكون مزيانه للمغرب التطواني. رجعوا هذوك اللعابه ومشاو هاد الوليدات. انا بالنسبه ليا الرباح اللي غادي يكون هو هذوك الوليدات يبقاو يلعبوا في ماتشات. ولحد الساعه المغرب التطواني الا اعتبرناه كفريق صاعد راه لعب 6 ديال الماتشات باقي ما خسرش. دار فيكتوار وخمسه ديال لي ماتش نول. مزيان غادي مزيان. ما كاينش بعدا هزيمه. ما كايناش الهزيمه. غنمشي معاك المباراة أخرى اللي حتى هي كانت شادة واحد الطريق وشوية شدات طريق آخر. الجيش الملكي اللي هضرتي عليه البارح واللي هضرنا عليه وأولمبيك أسفي اللي هضرنا عليها حتى هي البارح. يعني سبحان الله العظيم حتى أولمبيك أسفي هو اللي كان سباق للتسجيل هو اللي خلق مشاكل هو اللي واقف. أنت كيف شفتي هذا؟ معمر تيلان كامل ملي كتشوف الوقفة ديال أسفي كنقول أنا لي فار ما عمرهم ما يسجلوا. ما خلاوش اليوم فيني اسميتو هما اللي كيشدوا الكره هما اللي كيمشوا للسباقي لجميع الكرات قبل ما تدخل ليا الكونتوني. انا اللي غادي اللي كنشوف تنقول ياريت راه هي نيت وقيلا كتبغي تسير ياريت ياريت انا هاد اسفي بهذاك الماتش اللي كنا شفناه الاولاني اللي كانوا جابوه الاكستيريو مع الرجاء وشهدنا به. لا ماشي الفيكتوار مع الرجاء داروا غير تعادل. قلت الماتش الاولاني ديالهم الاكستيريو. لا الاكستيريو اللي كانوا يلعبوه مع بركان مع بركان ما عليناش. كنقول علاش هاد الفرقه هذه ما نحافظش على لو ريتم. اش خاصك لا ريغولاريتي في الاداء. اش خاصك ما ديرش ليا هاد الماتشات جمهور تيتبعك حاضر معك تيشجعك كلشي كاين علاش ما ديروش ليا انتوما عندكم. انا نشوف الماتش ديال البارح لا كاليتي كيفاش كانوا واقفين في التيران. انا اظن مع وجده ب 70% من الروندمون اللي داروا به مع لي فار يربحوا بسهوله ربحوا وما انا لا احتقر المولوديه الجديه ولكن نعطي الصفه الشرعيه لهذا الفريق اللي كيتوفر عليه بانه فريق خصم اللي كنقولوا عنيد عنده لعابه عنده باش الناس ما يفهموناش غلط. دابا انت كتهضر على الصوره اللي شفتي البارح في الماتش مع لي فار. مع لي فار راه حتى انا كنقول هذا الفريق هذا راه خصو يلعب على مراتب الفوق راه من هالراجة طريقه باش يلعب مع الراجة وما ما تكتلش للوراء وقدر مشى يسجل وكان يقدر يسجل ودار كان يربح هنايا وكان ما عليناش ومشى البركان ودار حتى اللي ماتش ديالو. اشنو هو اسفي اش خاصك؟ انا هذا السؤال هو اللي كنوضع دابا. اش خاصني انا كاسفي كفريق اش طارق مصطفى اش خاصك دير باش هاد الفرقه ملي نشعل ماتش الاخر تربح بلا كرافات اليز. نرجع بك قبل بدايه المباراه. واش ماشي الماتش ديال البارح واحد من الدروس ديال الماتش هاد البطوله درس جديد من الدروس
اللي كيخليك انك راه ما قادرش تحلل شي ماتش ديال البطوله لانه كل نهار ونهارو تعيا ما تقول راه لي فار مشاو سافروا داروا قلنا اسفيغ سجلوا اربعه تعيا ما وربحوا على الاكستيريور جايين منتشين بانتصار كاين بزاف ديال العوامل اللي كتخليهم انهم يلعبوا اليز ثم فريق اللي انهزم داخل الميدان وهزيمه اللي كانت غير منتظره بالنسبه لاولمبيك اسفي لا حنا ولا الجمهور ديال اسفي كان كينتظر هزيمه ولكن راه كانت هزيمه والسبب الاول في الهزيمه من غير الظهور ديال المولوديه ديال اللي كان باغي عنده لا فولونتي باغي يدير عكس لاعبين ديال اولمبيك اسفي اللي مالغري داك الشيء كان ضايع كان ديشي بزاف ديال الكواري وما كانش هناك تركيز في هذاك المباراه كتقول غادي نمشي الرباط كيفاش اسفي تقدر تخرج من ديك مع العلم راه ديك راه مصطفى طارق قال لك غادي نحاولوا نعوضوا وصفري حيت البطوله المغربيه انا كنقول لك دائما ما عمرك ما دير فيها كل نهار كل نهار نهار هذا النهار ونهارو بانت البارح على اساس اللي تفرج في اسفي البارح وشافها لعبه واقفه ما تيظنش بانه واللي ما شافش اش واقع السيمانه اللي دازت غادي يقول لك يقول لك هذا اسفي راه بحال ذاك السيمانه بشي ثلاثه ولا اربعه داخل الميدان راه هذا هو المشكل داروا ماتش مزيان لي فار البارح لي فار مونير جو سي با شنو هو اللي وقع واش بان لي داك رضا سليم بانوا لي بزاف ديال لي جوار انا واحد عندي واحد النظره ما عطوش تشاطرني فيها الراي انت لا الجمهور اللي كيستمع لينا انا ملي كنشوف البارح واقيلا طروا جوار ديال جنوب الصحراء كاينين في لا ديفونس ديال الجيش لا غير جوج غير ايماني شيموي لا ديال غوش وبورغيس مفيد راه مغربي داكوغ انا راه واش كيبان لي ولا كيبان لي مفيد ماشي شي ثلاثه كاينين هذاك من المستفيدين من الرحيل ديال الشيبي داكوغ انه خدا المكان ديالو مفيد حيت انا شويه كنتفاجئ حيت لا وسيرتو في لا ديفونس انا ملي نشوف ان غارديان دو بيتو وديفونسورا دي زيترونجي غادي نتاسف لان هادو في البطوله المغربيه وفي الكره المغربيه اللي كنعيشوا منذ كانوا هما اللي كيكونوا المغاربه هادو هما اللي كاينين ما يمكنش ما تخرجش الزنقه وما تلقاش جول تمشي الاحياء الشعبيه اول حاجه غيبان لك ان غارديان دو بيت واول حاجه غتبان لك هو ديفونسور غتهضر مع شي واحد يقول لك انا كنلعب في الدفاع انا كنلعب في الدفاع يعني هادي هادوك كاينين هاد لي بوست غنتفاجئ الى جينا واحد النهار ونشوف كثره اللاعبين في الدفاع اللي هما غير يعني مغاربه وهادي غادي هنا غادي تولي دير توضع واحد النقطه ديال علامه استفهام امونير رجع معك لي فار امونير بالنسبه لي البارح راه ما كانش عندهم من غير ضربه جزاء انا جو نو بونس با وقلتها لك واش انت كانوا كيبانوا لك يوصلوا لا انت لا ايمان لا الا كانت شفت المباراه واش كيبان لك شي تغرى لا غادي يلقاوها كيبان لك اسفي تقدر بالعكس لي كونتر اللي كانوا أسفي. اللي كانوا خداو في دوزيام ميتون اسفي 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 اش كنقول لك انا اسفي تقول واقيلا كتجي ضربه جزاء انا كنقولها من هنايا تنقول للجماهير كامله وخصوصا الجمهور ديال اسفي حنا دابا المشكل اللي عندنا وكنا خدينا على العاتق ديالنا تيدوز داك اللقاء ديالنا لانه كاين اللي كيتكلم دابا وكيعطي مقارنه ومن حقه اللي كيغير على شي فرقته راه كيدافع عليها ومن حقها انا تنقولها وناكد عليها من حق اي واحد كيبغي فرقته كيدافع عليها ثم كاين حاجه اخرى طارت انتباه وهو الكارتون كان خاص يكون دوزيام كارتون كان هذا انا اللي ما نبغيش وانت دائما كتقولها منير خصنا نحافظوا على التوازن تكافؤ الفرص الله يرضى عليك باش حتى واحد ما يحس بالحقره حيت ماشي حاله تحكم فيها بهذا الشكل لا ماشي هكاك ماتش وفي ماتش اخر كيتحكم فيها بشكل اخر حتى واحد ما يحس بالحقره وما يكونش احباط غيكون احباط عند اللاعبين عند المسيرين عند الجمهور والاداره التقنيه ديال الفريق كتحس بواحد الاحباط بعض المرات كتكون منتصر وانا كنهضر معاك من باب تجربتي المتواضعه سير لو بون مونير ملي كتشوف راسك خدمتي طيرات الاسبوع ودرتي كل شيء وجاو الدراري داروا ان بون ماتش وحضور جماهيري ومن بعد قرار واحد ولا جوج كيوقعوا دي تريك اللي انت كتسميتو انا هنايا تنبغي الحمد لله نكون مع كل شيء عندما اتحدث على البطوله المغربيه كامله واحترم جميع الفرق المغربيه وكنبغي اللي كيستحق شي حاجه ياخذها الا بغينا نكون هنا تكافؤ صافي هادشي اللي كاين تحيه لكل الاصدقاء المتتبعين رضوان برافو فخر الدين ما
ما عرفتش فاش عجبتي هدف. والله شكرا لك خويا بارك الله فيك. سردوان شكرا لك. عادل سلام خويا منير الاخت ايمان الاستاذ فخر الدين. جيش ملكيه تماطل في بناء اللاعب ويلعب بايقاع بطيء اسفيف على كل شيء سوى الحفاظ على النتيجه. كيبغي يجيبها بار ديريال وهذوك اللعابه اللي عنده اللورا منير ها هو عنده الحق تي غيزون تقال باش يخرجوا بالكره ولكن خصو يعرفوا هذه القضيه علاش ما كانوش كيقدروا يخرجوا بها لان اسفي ما خلاتهمش يخرجوا. عادل سالك منير تمركز ديال اللاعبين ديال اولمبيك اسفي كان تمركز جيد الوقفه كيف كنقولوا حنا انا ما نقولش التمركز باش الناس اللي كيتسنطوا ليا ولا كيتفرجوا في الكره ما نصعبش عليهم الامور الوقفه كانت زوينه عند اسفي البارح حتى الحكم عاد رجع من السفر صبري ما عرفتش من السفر صبري الله عمره دار كاين زعما السلام عليكم اخا الحفاظ ياسين العيالي قال لك تبارك الله الاخت ايمان راه كتزعم دمتي متالقه البليصه مشات اخويا منير مرحبا الله يبارك فيك منير لك انا البليصه نتبدلوها الكراسه حنا راه هو شاد بلاصتو انا شاده بلاصتينا قبا كريم الشرقي البحري احسن من الشرقي البحري احسن من النصيري بزاف لا لا سي قبا بغيت نكمل معاك الميساج ولكن ومن مايي انا بغيت نقول فخر ومن حمد الله بلاتي الى بلو فور بلا تيت المهم مهاجم ديال الصندوق بغيتو يكون هو وبن جديده والتيسو دالي ايوا هذا اختيارك سي كريم انا احترمه ولكن المقارنات راه غير متكافئه تفضلي ايمن بغيت نقول فخر الدين البارح قال لك كوبونو ما خصوش يبقى في سيفي عقلتي فخر الدين كيفاش ما خصوش يبقى في سيفي قلتي زعما كوبونو كيستاهل يعني مستويات كبيره على سيفي هو فرد شخصيته لكن الديفونس ديالو ماشي الديفونس فريق اللي هو صغير ما كت شد بيلانتي البارح شد البارح انا تفكر الهضره اللي قال لي تفخر الدين البارح راه كيدخل لهم بزاف ديال الدقيقه 90 ديال 90 هو كانت تخطر ديفيت كانت اكزاكتومون ماشي مره ماشي مره على نهار مشى طلع كاع وشجر بالراس ديالو راه كيدير هذاك الحارس الالمانيه ديال الباير كيديروا بزاف ديال الحراره كتبان هو مسكين حيت تمايا كيضرب تمارين بزاف شوف انا واحد القضيه انا كابونو نجبد لك خمسه ديال المحاولات واعرين في الاخر ما كيبقاش عندي ذاك الريفلكس وكتجي على كره بالزاويه وهي راه عاديه كتبان لك انت عاديه والحارس تالمون تعب في الريفلكس حيت الريفلكس ما ساهلينش خصك تنوضي وتجي بزاف ديال المحاولات الله يرضي عليك اش كيوقع كتدخل هذيك الكره اش كيتقيد عليهم كتحسبي عليها هذيك الكره الفاشله ما كتخصها تدخل وعاد خلي لي شديتي انت مثلا كيف قلت هذا خمسه ولا زاتاكون ديالك ضيعوا خمسه اخرين لا لا شوف البارح مازال بين بونوك انا ما كنتسناش بونو يبين البارح ولا اول البارح بونو غيبقى الحمد لله كران غارديان دبيت انا بونو ماشي مشى من كنعرفو ك في سي في ولا كنعرفو بونو كنعرفو من الوداد من الوداد فاكتشي كان في المدرسه بونو راه خمس سنين انا كندوز حداه في التيران دريري صغيور لعب عندك في وكان معايا في الوداد ودوز معايا واحد السنه هائله تبارك الله غزال وقعدت كيقول لك ما عرفت رب ضاره نافعه نادر تضرب في لا فينال ديال الشامبيونز ليغ في الاسبوع ديال لا فينال الاسبوع غيلعبوا لا فينال وانا خدام في الجزيره بين سبور وجاو عندي توانسه هما اللي عطوني الخبر حيت حنا غنلعبوا مع الترجي وقالوا لي توعد نهار ثلاث حارس ديالكم وهذاك الشيء نادي المياغري قلت لهم راه كاين حارس قال لي شكون قلت له دابا تشوفوه قال لي بونو باقي قلت له دابا تشوف بونو قلت له هذا طلعت عند هشام الخالصي واللي دار برنامج انا وياه وشي توانسه قاعدين في الطابله منين شافوه جا عند هشام الخالصي في اونتر لو دو ميطون قال لي شكون هذا الوليد قلت له هذا راه حارس ديال الوداد من المدرسه وهذا قال لي سبحان الله العظيم قال لي ما كانش شي واحد كيتوقع يمكن راه كراون ماتش شتي المشكل اللي كان عند بونو ذاك النهار انه ما كان لعبش ماتشات ما كانش شي ولكن ما دار والو كان مزيان الساعه شتي هذاك الماتش منير كل ماركه سميتو فابريس لاطاك الاولى اللي مشى بها وضربها الجول في هذا الوداد كانت تكون شوط كون ما خداش مراد المسن شوف كون ما تطردش هو كنت بقى تقول كون راه اليوم ما نكونوش حنا هنايا غير حنا باش نرجعوا لبونو كيفاش نقول ايمان انا بونو ما غاديش نشكرو حتى جاسيفي بونو غيبقى ديما الحمد لله حارس كبير الساعه الثانيه باستوديوهات شاده اف ام مواصلين معكم برنامج البطوله بعد قليل غنتكلموا على الماتشات ديال اليوم اتحاد طنجه الوداد الرجاء حسنيه تكادير
انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده فهم. تحيه لكل الاصدقاء، تحيه لكل المتتبعين. كلام خطير هذا اللي كتقوله فخر الدين، ولكن نحتفظوا به في الاوف، ما كاينش مشكل. مدخل الناس لا حيت دابا كلام خطير، حيت دابا يلاه الدوره السادسه ودابا ديجا راه ثلاثه المدربين اللي رسميا تمت الاقاله ديالهم، وانتظروا الدوره 7 و8 راه يقدر العدد قابل للارتفاع. في هذاك العام كان راه وصلنا تقريبا ياك وصلنا 10، ولكن ماشي بهذه السرعات، ماشي بهذه السرعه ولا ماشي بهذا الريتم هذا. منير سير توكل على الله. اتحاد طنجة الوداد مع 6 و4 اليوم 4 6 و4 4 6 و4 وانا وقيل سمعت الربعة. انا اللي عندي 6 و4 ماشي نتاكدوا والله العظيم الا سمعت الربعة قريتها كاع وقيل الله يسمح لي انا دخلوا لي الشك. لا 6 و4 6 و4 وقع غلطة. المهم 6 و4 وقع غلط. السادسة والربع البارح كيديروا في إشهار كنسمع أنا، إذا ما خفت نكذب راه كنت كنشوف الربعة. اتحاد طنجة، واش الإشراف ديال حسن فاضل اللي كان أدجوان ديال الزاكي ولا كاين حكيم الداودي؟ شكون فيهم الأول شكون الثاني؟ غادي يواجه فريق الوداد؟ لا إلا 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 دابا ما تهضرش على المدرب اللي غيكون سير لو بون. ما تهضرش على المدرب اللي غيكون سير لو بون. لا حسن فاضل هو اللي غيكون سير لو بون. شوف حسن فاضل الداودي اللي كان حسن فاضل كان مع الزكي تيجلس ولا جوان كان ولا جوان دابا اللي كاين وكنهضروا عليها دائما هو تغيير ديال يعني دابا مشى المدرب المسؤوليه دابا على اللاعبين بحالاش حيت هما كيقولك في واحد الوقت من الاوقات المدرب الى مشى عدد كبير من واحد اللاعبين تيكون مدرق تهضر معاه تيقول لك لا انا ما عجبتنيش هذه الخطه لا ما كيلعبنيش كيدير لك بزاف ديال الحوايج كتبقى تسمع. انا بالنسبه ليا اي فرقه كدير تغيير الا وكتشوف داك كنقولوا حنا داك لو ديكليك وهذا الديكليك اكثر من مره شفناه وعشناه مع مع, مع الفورو بزاف غير هو مع من غايجيك مع الوداد فوالا كتقدر يكون عندك ديكليك مع واحد الفرقه اللي شويه كتكون ما كنقولش انايا متوسطه وانما عاديه ولا حتى هي كتعرف نتائج متذبذبه ما بين السلبيه والايجابيه. اليوم انت تواجه خصم اللي هو فريق الوداد باللاعبين ديالو بالاكسبيريونس اللي عندهم بالمدرب ديالهم مع كامل الاسف كنا نقدروا نشوفوا هذه المباراه اليوم مع 6 و4 بحضور جماهيري غفير لان جمهور الوداد كيرحل انا تنقولها قلتها البارح ومازال تنقولها كيرحل كثير مدينه طنجه وكي يعني كي كنقولوا حنا كيملا المدرجات مع الجمهور ديال اتحاد طنجه كيكون ملي وكيكون التفرجه كتكون دائما زوينه ما كيكون لا صداع لا والو ولا كيستحق ينتصر كينتصر ولا كان تعادل تعادل. اذا مع كامل الاسف اللي غادي يضيع في هذه المباراه هما الجماهير بجوج لا ديال طنجه ولا ديال الوداد ولكن اللي كيتحمل المسؤوليه اكثر هو الجمهور ديال فريق اتحاد طنجه لانه غلط ما خصوش يبقى يعاود هذه الغلط لان الفريق غادي يضيع. رجعوا للمباراه اشنو يقدر يدير حسن فاضل اليوم؟ اش غايدير؟ وكنسولكم انت وايمان اش غايدير ايمان؟ والرئيس ديال النادي فاكد على اللاعبين بعدا اول حاجه خصهم يحضروا في اخر حصه تدريبيه. لا بلاتي السيد سولك علاش غايدير حسن فاضل. انا جايه لك الحسن فاضل دونك منين اكد عليهم خصهم يجيو وطلع عليهم معنويات وقالوا حنا راه حسن فاضل غيكون يعني في 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 البون دو توش دونك ما عنده ما يدير. يمكن الداودي هو اللي عنده الديبلوم كيما قلتي نتايا لاعبين دابخي داك ليكسبيريونس اللي شويه خداوها مع الزاكي غيقدروا يقدروا يوظفوها في المباراه اليوم مع الوداد. لا دابا خسرنا هاد القضيه طويس فحال ديال الزاكي طويها ملي كتقول لي غادي ياخذوا ليكسبيريونس ديال الزاكي راك كون يخدموها فاش كان الزاكي راه باقا غلطه انت دابا هنا ولكن لا طويس فحال دابا ديال انا كنتسولك على اش يقدر يدير حسن فاضل ولا الداودي شنو اللي يقدر يدير دابا مع فريق دخلتي عليه وانت كتفرج فيه وكتشوف فيه كيلعب دابا هاد المدربين بجوج سيرتو دابا حسن فاضل الحاجه اللي غادي يلعب عليها هو لا كومينيكاسيون وكيفاش غيتواصل مع دوك اللاعبين ويخرجهم من داك الضغط اللي هما قالك تيعيشوه. انا كنعرف زكي وخدمت معاه عنده شويه ديال الصرامه وعنده هذا وكيتشكاو بها هما اللاعبين وهذا هذا ما عليناش هذه طريقة العمل ديال الزكي اللي انا كنعرفها فيه لا مع لا سيليكسيون ولا هذا يمكن دابا في هذا الوقت هذا مع هاد لي جون اللي ولاو دابا وهذا الشيء يمكن ما كيبغيوش لا بريسيون فوالا ما كيتقبلوش كيفاش غادي يكون اللقاء ديال الداودي وحسن فاضل مع اللاعبين
كاين حسن كاين الدودي اللي هو قريب من من ابن الفريق ابن الفريق وكيعرف مزيان اللاعبين وعنده معاهم لاعب عندك في طنجة كان في لا في منين جا في ملي كنا في الوداد اييه والله وانا حاضر ليه مسكين ديك لابليسير ديال ديال الركبه حاضر هذيك راه والو هذيك راه قدامي انا طاق قدامي دايرين داك داخل اللي كنقولوا طورو طورو ومع اللويسي وديك الساعه والدراري ومنين حس بها على اساس غير ان بليسير عاديه نمشي عند هيفتي تصاب بانه عنده سميتو ليغامون هذا شو على ما عنده زهر ديك الساعه كان جا باش يلعب معنا مسكين ما كاين مشكل كنوجه ليه التحيه لان هو حسبوه بحال الاخ الاصغر بالنسبه لي انا اذا هذول هذه العلاقه اللي غتكون ما بين هاد المدربين بجوج مع اللاعبين ما غاديش يكون فيها تدريب بيان سور ما يكون فيها والو يكون فيها واحد الشيما تاكتيك في الاول وهذيك ثلاث ايام اللي كانوا من الرباط لدابا غتكون عباره عن لقاءات وثلاث ايام راه دازت فيها يومين ديال هذا مشى هذا جا جو سي مون جو سي كوتي مورال كوتي مورال غير كيفاش انا غادي نهضر معاك ويضحك ونقول لك لا راه انت هذا ثم واش نقدروا نشوفوا دي شونجمون افتتاح طنجه غنسولك انا انا ما انا كنت كنلعب منير هذه كتوقع كنجي انايا انا منير ما كانش داخل ليا في سميتو تنحيد انا منير وندير فخر الدين ولا كندير ايمان نشوفوا هذا هذا لادجوان لادجوان هذا لادجوان يعني حسن فاضل يقدر يكون عنده بيان سور يكون عنده يكون عنده رؤيه اخرى يقول لك سيدي انايا ها الفرقه اللي كنشوف نزيدك واحده اخرى اللي هي اللي هي انا كنكتب اها تنجلس نتفرج في حتى طنجه من الفوق ما راضيش على بزاف ديال لي بوست الا عندك حسن منهم توكل الله لا بلاتي 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 كتوقع عادي هذا كندوي معاك هادشي اللي عشتو ما كنقولش لك هنا جالس معاك هنايا كنهضر معاك بالسطحي انا كندوي كل اللي عشتو ناس باقي عارف عارف الله يرضي عليك امونير شويه الكره شويه الكره داكشي كتقول عارف حتى هادشي كيقول لك اسيدي بغينا منير وبغينا هذا وبغينا هذا ولكن علاش ما كتلاحظش كنجلس معاك تنقول لك السلام عليكم مالكم اسيدي راه عندنا دراري زوينين راه ما كتسمعهاش فلان علاش ما كيلعبش ما كتسمعهاش منير كتسمعها عندنا دراري زوينين انا وقعت لي مع فراقي بلا ما نسمي لك تيجي عندي المستير تيقول لي عندنا الدراري وعندنا هذا انت كتفاجئ كتقول فين هو الدراري انت اللي خدام معاه كتقول ما نكرهش بحال اللي قال عموته قال لك عموته واش كاين شي واحد عنده اللي يربحو ويجلسو ما يمكنش ما تقدرش يا منير كيوقع غلط ولكن غير شويه ماشي مدرب يغلط 100% اذا تقدر تشوف تغييرات من طرف الكتاب موسير منير اليوم نهبط انا عند المدرب قبل ونقول له فوالا هادو دي جوار اللي كان خصهم يلعبوا وما كيلعبوش هذا هو المشكل اللي كيوقع في هاد الماتشات غير السؤال اللي بغيت نسولك هاد الماتشات ديال الديكليك كيتخلط فيهم كما قالت ايمان تيكون فيهم اجتماع ديال المسيرين وتيكون فيه الرضوخ لهاد المدربين اللي كيجيو على اساس عارفين راسهم ماشي هما المدربين الاصليين واش غيكونوا مضغوطين ولا بدون ضغط بدون ضغط انت غير اون انستانس غير ولكن غيبغيو يبينوا المكانه ديالهم انا عندي واحد السؤال لك لفخر الدين الا سمحتي لي ناخذ غير واحد الفاصل اشهاري ديما في هذا الاطار ديال التغيير التغييرات انا غنسولك وجاوبني على هذا السؤال هذا بخصوص فريق اتحاد طنجه انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام سيفاني انيمال قال لك اتحاد طنجه خصو يبدل حارس المرمى الا بغى يربح واش المشكل في حارس المرمى واش بن عاشور واش في السيودي واش في الله اعلم ولا المشكل راه في اتونسيون هذاك النهار جبت لهم واحد شي كواري مهمين شكون بن عاشور هذا اللي كان حابس ديرنيارمو اللي كان حابس ديرنيارمو جبد هذا غير الكره اللي دخلت عليه ديال الراس شويه كانت ما انا جو سي با كيفاش دخلت هذيك الكره بغيت نسولك على اتحاد طنجه قلتي كاين شي مدربين كاين مثلا شي تغييرات اللي تقدر تكون ولا مثلا مكتب المسير عنده واحد الراي عنده راي تيكون عنده راي ولكن انت شفتي الجروب ديال اتحاد طنجه كلش فيه واش في نظرك غادي يقدر يكون ما احسن من هادشي اللي شفتي دابا هما تيكونوا عارفين احسن منك ومني هما اللي داروا الريكروتمون هما اللي عندهم ليفيكتيف هما اللي كيحضروا التدريب وعارفين اش كاين وهما اللي كيتصنتوا وفي بالكم يقدر لونتوراج ديالهم يقدر يكون يعني اليوم نتيجه ايجابيه لطنجه مثلا من بعد داك الضغط اللي عاشو بوتيتر مع المدرب السابق دابا غيتحروا من داك الضغط اللي فيه وغيبغيو يقدموا شي نتيجه ايجابيه ويقدموا اداء جيد هو ايمان من كوتي مورال هو 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 ديكليك كنهضروا عليه دائما شي حاجه شي عنصر اللي هو حاضر كيكون دائما في الماتش غير انت اليوم
جاك مع فريق اللي هو متمرس اكزاكت. دابا انا نقول لك واحد القضيه، يمكن انايا طنجة ما باش نعطيك امثله بفروق باش ما يقولش شي واحد كان تقدر تجي مع فريق اللي حتى هو ما باقي ما لقاش اللي تقدر دير معاه شي اللي تقدر تلعب معاه ويكلو ودير. اليوم انت غتواجه فريق اللي هو تقريبا تبارك الله الاكسبيرونس اللي عند دري ديالو داير وحتى المدرب اللي كيتوفر عليه واللاعبين ولو بون بزاف ديال الحوايج بزاف ديال العوامل. اذا هادو نحطو هاد العوامل نحطوهم مع العلم على ان كره القدم ما فيهاش المنطق. انا كنهضر معاك من باب الورق شنو كاين اشوا بحال الوراق ورق اش عندي في سير بابي، ولكن سير لو تيران بوندو 90 مينوت ما تعرفيش ايمان الامور كيفاش غادي الدور. هذا هو اللي كاين، هذا هو الفرق اللي بغيت نتحدث عليه انايا وتنقولها المونير. لان كاين شي حوجات كيوقعوا في هاد التغييرات ديال المدرب بحال كتقول انت كيولي كل شيء مجموع، المكتب الموسيقي كيتجمع، هادو الناس اللي جاوا دابا مسؤولين على الفريق تيكونوا تا هما حاضرين، لونتوراج ولا الناس اللي كانوا شويه بعاد تيحضروا، كتقدري تسمعي تا لي زونسيان عندهم مداخله. اي واحد قريب من اتحاد طنجه اليوم تيقدر يحضر في هاد بوندون لي 3 جور اللي دازوا من اجل المساعده، وهادشي كنشوفوه حتى عند دي زيكيب هنا او نيفو ديال الشامبيون ديالنا. ياما شفنا فراقي اللي وقعوا في ازمات تيجي كلشي كيطلبوا المساعده من كلشي، ما تجيكش انت يا غريبه. هادشي اللي كاين. احمد افروخ قال لي ما رايكم في بعض اشباه الصحفيين الذين يتهجمون على بعض الفرق؟ انت جاوبتي قلتي اشباه، راه اشباه يتهجمون على بعض الفرق والاطر المغربيه فقط لمصلحه اطراف اخرى من غير ذكر الاسماء. اخي منير اتمنى لكم التوفيق. الله يبارك فيك خويا. كاين واحد باش نسميو الاشياء بمسمياتها، كاين واحد الموضه ولات ان بعدا ماشي كلشي عنده نفس هذه الصفه اللي قلتي، ولا الباب مفتوح، وملي كتكون الدنيا كيف كنقولوا مخلطه كتلقى القلم وما يكتب يا اما بنفس ودادي يا اما بنفس رجاوي، وعلى المتلقي ان يكون حذرا فيما يتلقاه وفي داكشي اللي كيكونسومي. الرجاوي ينعجهم داكشي اللي كيتكتب بالنفس ديالهم، الودادي ينعجهم داكشي اللي كيتكتب بالنفس ديالهم، وانت غادي وانت كتشوف. واحد السيد هنا واحد لو كونت سميتو صوت الرياضه، خويا هادشي اللي كتبتيه هنايا كيبان على انك بغيتي تنفت واحد السم، ولكن ما غاديش نقرا هذا التعليق ديالك لانه دون المستوى. كون كانت فيه شي فكره واخا عن حسن النيه، انت من خلال غير ذاك التسلسل اللي درتي فيه واحد السم بغيتي تلوحو، ولن اساهم معك يا اخي واسمح لي. مشكله والله العظيم. دابا انت الاوف نقرا عليكم هذا الشيء هادشي اللي كتبت. مشكله كيبان لك راه فيها فكره، ولكن فيها واحد الجرعه ديال السم صعيبه. الوداد اتحاد طنجه دابا كرويا صافي سالينا من الوداد كرويا كرويا راه كنا كنهضروا على كرويا. لا راه كنتكلم على شوف منير، ملي كتكلم على الاكستيريور وملي كتبني قالت ايمان المداخله ديال المكتب، هذا ماشي المكتب اللي غيدخل يلعب غير صنطي غير صنطي، ولكن عنده تاثير. انا غادي نعطيك واحد القضيه، انا كنجيك هذا المكتب اللي دار اجتماع ماشي باش غير دكوبره، دار اجتماع على اساس غيلعبوا مباراه كره القدم. اذا هذا الشيء كاع اللي هضرت لك عليه انايا ديال الستاف اللي غادي يدخل، الناس اللي كتحمل المسؤوليه، المكتب المسير اللي نزل وتكلم، دخلتهم لك في 90 دقيقه اللي غادي يلعب اتحاد طنجه مع فريق الوداد. وملي تنقول لك انا راه طنجه ما غتواجهش فريق اللي هو عادي اللي هو فريق الوداد، راه كنهضر معك على الكره. على اساس راه بان اتحاد طنجه اليوم ما غاديش يواجه فريق اللي هو عادي، راه فريق الوداد راه ما عنده تاثير. فريق الوداد انا كنضرب اللاعبين ديالو ما تنظنش انا يكون متاثر بشي حاجه اخرى، ما غيهموش هويا شكون اللي غيهم فريق الوداد الان هو كفريق. وبالعكس خصو يجي يجيب القيطات، بالعكس خصو يجيب القيطات. الفار المقلق مسعد المش فوالا، لا خصو يجي يجيب القيطات مع العلم الرجوع وثاني حتى واحد ما كره القدم منفوخه بالبرد ما كتخدعش المنطق. لا لا هذه شوف ونزيدك حاجه اخرى، كاينه حاجه اخرى، فريق الوداد اللاعبين ديالو في لي ماتش او يكلو ماتي اكثر من مره، وهذه بشهاده ديال الجامع الوقيته التي يغيب جمهور داك الحماس الجماهيري كتلقى بعض اللاعبين ولا هذا كيكون شويه لو ريتم شويه طايح. واحد التعليق ديال عبد المجيد حكام قال لك من اسباب تطور اليابان انه لا يوجد عندهم مصطلح ارسلني اليك الحاج كازوكي ولد ساسوكي واللي ساكن عند هوتسو هيتش وين سيب تاكيشي اللي عنده الشركه ديال النهاطة. وراه هادشي اللي كاين مع كامل الاسف، هادشي اللي كاين اليابان ثم اليابان. نمشيو ناخذوا بعض الاخبار المتفرقه من عند ايمان ثم نرجعوا لكم مستمعينا الكرام الزاويه ديالنا وديالكم على الرقم 0522 36 05 36. تفضل ايمان. منير
لي الأول خبيرة هي مانشستر سيتي الأقل من 21 سنة اختار مدينة أكادير للدخول معسكر تدريبي بين فترة ما بين 22 و 27 من هذا الشهر وغادي يواجه فريق حسنية أكادير وديا نهار 26 من هذا الشهر على أرضية ملعب أكادير. الله يسخر. هادشي ما قالوش بلي واش في ديك إطار في ديك الشراكة اللي كان قال الرئيس الحسنية مع مانشستر سيتي ولا واش داخلها في الإطار ديالها شي حاجة؟ ما لا ما كاينش إطار ولكن كانوا جاو داروا معسكر تدريبي ديال الإناث شحال هادي دونك هما الوجهة ديالهم هو أكادير كيرتاحوا في أكادير دونك يجيو يديروا الوجهة ديالهم غير بالنسبة للحسنية هما جايين لأكادير اكزاكتومون ولكن بالنسبة للجانب المتعلق بالحسنية بالحسنيه لا ما كاينش اخبار من غير انهم غيلعبوا مع فريق حسنيه اكادير ماتش اميكال دونك الخبيره الثانيه لاعبي فريق المولوديه الوجديه امتنعوا باش يحضروا في الحصه التدريبيه اللي كان خاصها تكون البارح نورمالمون واللاعبين بلغوا الطاقم التقني النادي انهم ما غاديش ينتظموا في التدريب محدهم يعني ما عندهمش رواتبهم الشهريه لانه بعض اللاعبين واصلين لربع شهور بانهم ما خداوش الرواتب ديالهم واستحقاقات ديالهم الماليه والرئيس محمد هوار وعد اللاعبين بعد الماتش اللي جمع الفريق ضد اولمبيك اسفي انهم يربحوا الماتش اوتوماتيكمون غادي توصلوا مستحقاتهم لكن المفاجاه اللي تلقاوها انهم ما بقاوش كيجاوبهم على الاتصالات والقانون راه كيعطيهم اللي ما خداش شهرين شهرين ولات شهرين ولات شهرين افخر الدين شهرين انا كتوجه للجامعه اللي كتراسل الفريق ديالك وكتبلغوا وديك الساعه كتولي لكن الرئيس قال لهم يعني الا كانوا ماتشات هذا راه ولكن دابا ما بقاش كيجاوبهم في التليفون ودابا المتضرر في هذا الشيء كامل راه هو منير الجعواني مسكين اذا اللعابه داروا لي اضراب يلاه كيلقى دابا لو ريتم شكون اللي قال السيمانه الاخرى عاوتاني دابا هما كيديروا اضراب على اساس غيلعبوا على الانتيريور وتيحسبوا بان المباراه يقدروا يربحوها مع العلم في هذا الشيء اللي كديري سبحان الله عليك يوقف لك العكس وكتقدر تنهز مع انت رجعتي عاوتاني على زيرو بحال ما دام يعني داك داك الانتصار نورمالمون كان خصو يلعب يكون امن انه المغال يرجع واللعابه ياخذوا المستحقات ديالهم لكن كيتخبطوا في خبيرة الثالثة نرجعوا لطنجة فكما هضرنا عليهم قلنا كو محمد أحكان رئيس النادي يعني أكد على اللاعبين خصهم ضروري يحضروا يعني ال 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 صافي هضرنا عليهم اكزاكتومون ولا أنه يعني هضر معاهم وبغى يرفع لهم المعنويات وقال لهم أنه المكونات ديال النادي كتواصل الثقة ديالهم باش يتجاوزوا هذا الظرف وهاد النتائج السلبية دونك هادشي اللي هضرنا عليه كتأكدي على واحد القضية ديال قال لهم خصكم تجيو التدريب ما فهمتش شنو هي هادي داك الشيء اللي طرا ودوك لا ولكن علاش كتأكدي أنا اللي لا يغيبوا لا يغيبوا اكزاكتومون كتقول لي كتقول لهم خصكم تجيو التدريب صافي دير كوا ما فهمتش أنهم خصهم يجيو التدريب قبل الماتش ديال الوداد لأنهم هذاك يعني النتيجة السلبية وما يجيوش فك بوتيتر حيت ما كتعرفش لو مورال ديال اللعابة كيفاش دايرين ما يجيوش الحصة التدريبية اللعابة ما يجيوش لها يسالوا ماتش مع الفاتح من هزيمة دونك ويمشيو مقلقين ما يجيوش هو بوكيمون هادشي أنس لكن حضروا يعني معنويات أنس أنس إيكل عاد كيعاود يسول قال لك سي منير الكابتن فخر الدين ولا لا إيمان واش ممكن تذكرونا علاش الماتش الوداد وطنجة غيتلعب بلا جمهور غيتلعب لأنه عقوبة على اتحاد طنجة يوم الماتش اللي لعبوا نهار الفتح واحد السيد كتبها ثاني شي 70,000 مرة سميتو ملعب أدرار بأكادير ماشي ملعب أكادير مشرفين السيد شكرا ملعب أدرار بأكادير قيدي هادي قيدي حالك بالسيرة زي ستيلو ديري أدرار ملعب أدرار كتبيها زعما راه الأمور واقفة غا في أدرار بارد عليك راه إلا ما كتبتيش أدرار غاتوقع شي فضيحة وكتبي حداها وما أدراك وما أدراك ما أدرار ما أدرار سير يلا توكل على الله اتحاد طنجة ستفوز اليوم طنجاوي وراسي عالي سعيد امستردام بيناتكم بيناتكم اخويا مرحبا تحياتي اخي منير من القلب الله يرحم لك الوالدين بغينا تعطيو الفرق الاخرى نفس المساحه الزمنيه اللي كتعطيو ديما للوداد في تحليل المباريات لا كنعطيو وليد مذكور حنا كنهضروا على حساب المباريات اللي قدامنا اللعوبة دابا لا بلاتي هضرنا على بركان الله يرضي عليك وجيش وهضرت على اسفي كثر كاع من سميتو حنا ما كنعطيوش هادو نوع من كيبغيو يديروا هذا حنا ما عمر ما يكون عندنا في الراديو خصوصا الحمد لله معايا انا ما عمري انا كنقولها وتنعاودها انا هنا الحمد لله مع توت لي زيكيب اللي كيلعبوا في الشامبيون فؤاد دوسلدورف قال لك وا منير راه حنا هضرنا معاك ما تبقاش تفقس لينا السي فخر الدين لا ماشي انت اللي فقات وزيد جايب ليه ايمان بالكوكوت ديالها والله العظيم كتصفر
مشكل اخويا فؤاد الالمان عيتي دابا هضرت شوف لي الالمان اخو فؤاد الجرح دابا هضرتي لي على الالمان غنمشي للالمان سفيان الانصاري تحية سيمونير انا حضرت وانا صغير الفريق في نادي المكناسي تيدرب الحارس بوخلاين بوخلاين الله الله اول مره كنشوف مدرب سالم على اللعابه وكيتريني بالحراس شي سونتراج عنده الحماق ديك الساعه والله الا بصح كندير خدمه كدير الخدمه ديال مدرب ديال الحراس ما كاينش معيد بداني وما كاينش كاين ديك الساعه لاط جوان وسميتو لعبوا معاك لي بن قصو بجوج وقيله لا هو بزاف اهو فيصل ومنير الله عمره فيصل بن قصو ومنير شوف نقول واحد القضيه مجموعه كلها الله يعمر هذا كنوجه لهم تحيه لان شوف وبالبكري دوزت حتى هو دوزت معاهم شوف شوف دوزت معاهم ودوزت معاهم واحد السنه من احسن السنوات كنشكرهم هما والمكتب اللي كان ديك الوقيته صراحه ما عمرني ما نسى ذاك العام امونيه والله العظيم ابراهيم اذا عبد الله كتهضر لي على شي تصريح ديال رئيس اولمبيك اسفي انا والله ما سمعت اش قال انا ما نقدرش نهضر على الوقيله على المكتب لا هضر يمكن نهضر فيه على جمهور الدرجه ولا شي حاجه انا ما غنهضرش على شي تصريح ما سمعتوش الا سمعتو نجي نعطي التعليق ديالي المتواضع ما كاينش اشكال غير هو ما سمعتش عندما يلتقي اياس فخر الدين الاناقه نتمتع بالبرنامج الرياضي الفريد كل الشكر والتقدير من كندا الله يبارك فيك حمزه ايت عزيز جيبوا لنا المراكشي واه مراكشي ماشي ديما مسكين هو حتى كتلعب البايرن كيعيط عادي يهضر على باقي مازال تورينو عنده حق الرد راه باقي كيتسنى لا لا سي ميلون مرحبا بك سي رشيد لا كتلي بلاتي شويه اخوه البرنامج باش تبقى تيسع هو ما بغيتش يجي في البطوله باش يرد حسن لقمي تحياتي من الولايات المتحدة الأمريكية نذكركم بالرقم الهاتفي 0522-36-05-36 مرحبا بداية من هذه اللحظة كان سيدي واحد المراسلة خرجت من العصبة واخا كان واحد المراسلة خرجت من العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة نهار 14 أكتوبر 2022 إلى السادة رؤساء العصاب الجهوية الموضوع هو انطلاق البطولة الوطنية للكرة الشاطئية كيهضروا سيدي قالوا لهم الأندية المؤهلة وداك الشيء البطولة غادي تكون في الفترة ما بين 7 حتى 12 نوفمبر والأندية المؤهلة على البطولة الجهوية ديال الموسم الرياضي 2021-2022 غتقام في مارتيل اللي فيها مجموعة الشمال وأكادير مجموعة الجنوب بمعنى هي ديجا البطولة غتكون غير مجمعة في واحد الفترة مزيانة 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 طالبين تيامون لكم واحد القضيه نبداو بعدا ياك شوف نبداو وبتخربق وبالاغلاط يا بام شوف نبداو ومن بعد بهذاك الشيء اللي غادي يوقع ديال الاغلاط وبهذا غادي تكون بعدا على الاخر كتهضر على بطوله شاطئيه بطوله وطنيه ما عندي ما نتسالك وتما شوف غادي يكون الاصلاح وكاين هي ما تبداش الانديه المشاركه هي البطل ديال العصبه والوصيف ديالو يعني لدو فيناليست شوف ما نطولش في هذا الموضوع انا اللي كنقول لك احسن حاجه هو نبداو بعدا 7 حتى 12 نوفمبر صافي نبداو بعدا نبداو اموني ناخذ معنا السي ابراهيم من كازا وبعده غادي نجيو نتكلموا على المباراه المتبقيه لنا اليوم ديال الرجاء وحسنيه اكادير السي ابراهيم من الدار البيضاء مرحبا يا منير تحيه لك وفخر الدين والاختي معكم وجميع المستمعين الله يبارك فيك شكرا لك اخويا بغيت نهضر معك على فريق الرجاء اليوم زيد نقيطك على فريق من اليوم ان شاء الله تكون في بدايه النقاط تكون انطلاقه اليوم ان شاء الله الماتش راه تعيم الحسنيه طيب بزاف كاع الماتش اليوم خصك ضروري بعدا تربح هذا الماتش بعدا وتستنى الديربي تو يكون اصعب من هذا ونهضر كان البارح لواحد اللاعب اللي عجبني البارح ما هضرتش هو ذاك الناجي ديال اسم علي هذيك اللعبه اللي كندير البارح الشاره ديال العماد راه يستاهل عرفتي علاش انه واحد الوقت جاو اللعابه على الكوفر جاو بداو يغوصوا على الاربي تفاهم قال لهم سيروا تلعبوا كره وخليوا الاربي يدير خدمته فهمتي بعدهم منه وبقى هو داوي معاه علي قلتي انت انا ما فهمتش اللعاب دابا تيدير كوفره وهذيك اللعبه ديال الكوفره ما تيدويش وتيجي اللعاب من اللور تيجري كنلاحظوا هذيك القضيه هذيك كتكون تدخلات على الحكم علي هذيك الحاجه هذيك اللاعب تا هو تياخذ صفر ولا تيجي تا هو تا هو كان اللاعب تا هو تياخذ صفر كتلقى بزاف ديال الصفرات موخودين فابور واه وتولي فرقه محرومه تولي فرقه واخذ اربعه الانذارات خمسه الماتش فابور ايوا ونتمنى لهم ما شاء الله ديال الويلان ان شاء الله تكون في فور لي ان شاء الله وشكرا لكم الله يبارك ابراهيم تبارك الله ابراهيم شكرا لك شكرا الرجاء وحسنيه اكادير اليوم بمركب محمد الخامس هو غير باش نكملوا على حسب التدخل ديال السي ابراهيم نبداو من السي ابراهيم سير منين خدا المكالمه وتدخل قال لك بغينا ثلاثه نقاط مع العلم اننا مباراه صعيبه هادو جوج الحوايج مطلب ديال الجماهير ديال فريق الرجاء
ومطلب ديال المكتب المسير وديال اللاعبين والمدرب. هذا الرجاء، هذا الرجاء، ولكن تطلب بثلاثة من القطات ويكون إقلاع. أتواجه واحد الفريق اللي هو خارج الميدان، خارج الميدان كيضرب مستوى ماشي بحال داخل الميدان، ماشي بحال داخل الميدان، اللي هو فريق حسنية تكادير. نزيدك حاجة أخرى، التجارب عطاتنا على أن إلى درنا واحد رجعنا شوية للوراء أمونير، غنلقاو بين الحسنية كتقدم مباريات هنا في الدار البيضاء مزيانين، لا ضد الوداد ولا ضد فريق الرجاء، أكثر من مرة يمكن تكون شي هزيمة. العام اللي فات راه ربحوا ربحوا الوداد والرجاء في الدار البيضاء. ما عليناش، أنا كنقول لك تاريخيا تقريبا الحسنية ما كانت حتى لا كانت تنهز، ما كاين مشكل، كاين انهزام، ولكن كتلقى بأنه الحسنية كيدير مباريات مزيانين في الدار البيضاء. هاد المباراة فيها واحد الاختلاف. اسمح لي، العام اللي فات، العام اللي قبل هو اللي ربحوا الرجاء في الدار البيضاء، والعام اللي فات ربحوا الوداد. ما عليناش، انا كنعطيك غير يعني كيف كنقولوا المظهر اللي كيظهر به فريق الحسنية هنا ملي كيحضر في الدار البيضاء. هذا الاختلاف اللي كاين هو فريق الحسنية يمكن نهازم ويمكن تعادل في الميدان ديالو، ولكن ما كيكونش كاع ضعيف. اوكي، الهزيمه الاخرى خلات الاثر ديالها، تخلي الاثر. شوف، ما يقبلوهاش مع كامل احتراماتي، كيقول لكم نخسروا مع فريق صاعد من القسم الوطني الثاني، هذه شي حاجه اللي هي بغيتي ولا كرهتي كتقال كجمهور كمكتب مسير. يقول المدرب ويلي زعما حنا مع العلم اللي تفرج في توارقه وما بريباراش لا يخسر، وكذلك هنا ديك اتونسيون توارقه راه ماشي فريق سهل. نتوما منين شفتوا في توارقه اش دارت في تطوان وشتوها اش دارت في الميدان وعرفتوها بان ما كتخسرش بحصص ثقيله رغم الصعود ديالها جديد وبانها كتقدم مباريات مزيانه، ما درتوش حسابكم. وي يمكن دخلتوا واجهتوا توارقه على اساس عندكم لي 3 بوان في الجيب، وهذا غلط. اذا الحسنيه هنايا جاي غيواجه الرجاء من بعد الماتش ديالو الاخراني خلى له دوت عاوتاني عند البيبليك ديالو فهاد الانتصار الاخراني ديال الانتصار ديال 1-0. انا ما ندويش على الانتصار، على المباراه كونتوني، ندوي على المباراه، على المباراه، انتصار تعادل شي ما، ندوي على المباراه. المباراه الاخيره اللي دار فريق الرجاء هنايا خلات واحد العدد كبير من الجمهور ديال الرجاء ما بقاش مطمئن بتاتا، حتى دوك اللي شفناهم راه المحمديه شويه فرحانين، مشات لهم متفائلين، متفائلين مشى لهم داك التفاؤل في هذا الماتش الاخير، لان كيشوفوا فريق ديالهم تعذب مع واحد الفرقه اللي هي عاديه ضعيفه جدا، ضعيفه. غادي يطرحوا هما واحد السؤال وهذه خصك ديرها، الرجاء غنواجه الحسنيه ما غنواجهش هذا الفريق ديال النيجر. انا كنشوف النيجر كيفاش لعبت معاه، الا غادي يلعب بهذا المستوى مع الحسنيه ما تنظنش غادي تقدر تخسر. فوالا، ما تقدرش تجيب 3 بوان، وحتى الطريقه وحتى اللاعبين ما كانش شي واحد متميز على المجموعه كامله. بدينا بان مباراه كانت عاديه واكثر من عاديه مع من، مع فريق اللي هو دون المتوسط. اذا انا كنقول بس نرجع معك المباراه وما نطولوش فيها بزاف، مباراه تكون صعيبه على كلا الطرفين، ولكن شكون هو الطرف اللي عنده مباراه صعيبه اكثر؟ الرجاء، هو فريق الرجاء. كيفاش الكبير غادي يكون بريبارا لي جوار ديالو؟ دابا حتى دوك الشخصيات ديال اللعابه اللي كانت عند الرجاء، دوك الكاريزمات اللي كيقدر يدخل ما كيديها حتى شي حاجه، انا كتقول لي ان سيرتام تولي لي ليدر، كان كيدخل ما عندوش مشكل، تقدر انت تعاير تسب هذا ما يتعصبش لك، يبقى حافظي زيد عليها رحيمي راه مارغري سونجوناج بانون بانون دراري كانت واحد وقيته حدراف، ولا كنقولوا حنا بزاف ديال اليوم فريق الرجاء بهذه التغييرات اللي دار. اعطيني نتايا شكون هو اللي قدر يجر الفرقه ويمشي بها؟ نقدر نعطيك سميه واحده شكون او جوج، شكون هو؟ الزنيتي والهدهودي. الزنيتي كيكون في بوطو مهمه ديالو صعيبه، الهدهودي راه كيجلس اكتيرمون، راه المدرب راه جلسو. اوكي، اليوم كنظن غيلعب لان حركات مضروب جو سي، ولكن انت بعطيتيني الليدر، الليدر هو زنيتي ما كاين مشكل، تزنيتي قدر ما يكونش تيدير خدمته، كنظن يكون شوف يكون تيدير خدمته، تيقدر مدير التشكيله تيدير خدمته تيدير كل شيء، ولكن المنر جو بريفير انا يكون في التيران الداخل وقريب من اللعابه وما يكونش فيها، حيت زنيتي مسكين راه بعيد في البوطو. على اين مباراه صعيبه وتتكهن ديالها بالنتيجه ديالها، انا بعدا شخصيا
نقدر نجاوبك ونرشح لكم على الفريق الاخر اللي كاين هو الضغط غيكون على الرجاء كثير. نعطي لك كلعاب انا ما نعطيك لا كمدرب لا كتقني لا حتى شي حاجه. نعطي لك انا كلعاب نعطيك انا واحد التكهن وخا بعين المجرده. مرحبا. كاين جوج ديال المعطيات، كاين الرجاء مطالب وكيف كتقول الضغط خصو يدير وبالحضور الجماهيري ديالو. كيف كنقول لك بحال قبيله الفار المقلق من سعد المش احسن الفرص اللي كتكون عند حسنية تقادير انه كيلعب معاك بداك وقدر هنا الحسنية شكل حتى الحسنية راه مجمور ديالو راه ما غاديش يخليه يخرج من قادير ترونكيل، ولكن كتبقى مباراة خارج الميدان مع الرجاء. ولكن لا راك خسرتي، اشنو هو السبب؟ ما عطيتيني تا فيكتوار في قادير. لا منير تا الحسنية ولا عندها دابا جمهور غادي يكون حاضر هنا. نقول لكم لائحة غادي يكون حاضر. واش لائحة ولا تشكيلة؟ اللائحة على الشكل التالي زعما اللائحة الأخيرة اللي خرج بها. لا ماشي اللائحة، لا تشكيلة. هي من اللائحة تشكيلة تشكيلة باقا ما خرجتش. المهم فاز نيتي وغاية بجوج يعني. احنا كنهضروا على شكون فيهم شكون فيهم. قلت لي انا قبيلة وندير راه دير تشكيلة على اي مباراة صعبة للطرفين. انا قلت فريق عليه ضغط وفريق عليه اقل ضغط، والضغط اللي كيكون مسلط هنا في الدار البيضاء بالضبط على الرجاء وعلى الرجاء كيكون صعيب. كيكون صعيب الجمهور كنقول انا بانه صبر وحتى شي لعبه حتى شي لعبه جاو هذا العام صبر بان صعيب صعيب عليهم. اجي نعطيك واحد ليكزومبل ونسولك وجاوبني باش ما نطولوش بزاف. واش خابه ديال اسفي هو هذا؟ لا نهائيا. علاش جبتيه انت؟ جبتي على ذاك المستوى اللي كان كيدير في اسفي. كيماركي كيخلق مشاكل كيجيب لك ضربات جزاء تيدير كل شيء. لو اكسل بحالو بحال الفحلي بحالو بحال الفحلي انا جاي بحالو بحال الفحلي اللي مشى البركان. الرجاء والوداد البروفايل ما كنجيش ونزرب، خصك لعب داصر، وهذا اللعب داصر راه قليل فاش تلقاه. اللي كيقدر يجي لهاد الفراقي كيجي ديجا داصر، كتعطيه التوني كيدخل داصر هو يضرب مع اللعابه ديال اللي حداه وكل شيء با بروبليم. وهذا هو المشكل. واخا نذكر بالرقم الهاتفي للتواصل حمزه كنظن كاين شي مكالمه، ولكن غناخذوا فاصل اشهاري ثم نعود ناخذوا المكالمات ديال المستمعين ديالنا، ثم غتبقى اخر زاويه نهضروا فيها غير المنتخب الوطني المغربي للشبان والجوله الاولى البارح ديال تصفيات شمال افريقيا واللي ملعوبه في مصر. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام. نستغل الفرصه سي فخر الدين وايمان زميلنا سي محمد شروق الكاتب والصحفي توفات لي الوالده ديالو غير منذ قليل. انا كنت شفت البارح يلاه دخلها المصحه اليوم راه كيعلن توفات. الله يصبرك اخويا شروق. الله يرحمها ويوسع عليها. الله يرحمها. البركه في راسك. البركه في راسك سي شروق اللي واحد حتى هو العائله الصغيره والكبيره ديال تعازينا الحاره. سي محمد شروق اللي حتى هو من الناس عرفته من الناس اللي خدامين، واخر كتاب دار هو ذاكره البرنوسي. ذاكره البرنوسي. تحيه للسي محمد شروق والله يصبرك اخويا. الله يصبرك. المنتخب الوطني المغربي للشبان يا اخي فخر الدين يوم امس عاودت مشيت شفت الماتش ديالو مع تونس. مع العلم ان المباريات غير باش نذكر الجمهور الرياضي ان غير متلفزه ما منقولهاش في التلفزيون، منقولها فقط في قناه اتحاد شمال افريقيا في اليوتيوب. يعني بامكان اي واحد يعاود يرجع يشوف الماتش. شفت المباراه بيننا وبين تونس، ضيعنا احنا فرص ضيعوا هما فرص، ضيعنا احنا الفوز وما ضيعوا الفوز. سالت المباراه بالتعادل. المباراه اللي جات من بعد المنتخب الليبي الى حدود كنظن بقى متقدم بواحد الزيرو الى حدود الدقيقه 93 عاد المنتخب الجزائري سجل تعادل 1-1. اذا جوج الفرق مكلاسين في المركز الاول لانهم عندهم هدف، وجوج الفرق مكلاسين في المركز الثالث لان عندهم صفر هدف وكل شيء عنده نقطه نقطه. الضروره تحتم دابا اخويا فخر الدين وايمان الجوله الثانيه انتصار. خاصك انتصار. انتصار مع من؟ مع الجزائر. نهار الجمعه مشكله هذه مباراة صعيبة. كرهناش كون اليوم فزنا بشي انتصار، كنا نخليو الامور تكون شوية. وتولي انت كتحكم في المجريات ديال المجموعة. واحد السيد قال لك سوني با فاسيل دافواغ فوتخ ايميسيون او تيليفون. نو نو سي فاسيل. اشرح ليه ما عرفتش. الفو جوست افواغ لابليكاسيون يوتيوب. وراحنا ديزين اون ديريكت في اليوتيوب. ايوا قولها لي انت كتسمع اخويا. سيدي راحنا ديزين اون ديريكت في اليوتيوب. هذه التقنيات. بزاف ديال الناس كيقول لك علاش ما بقاش اللايف سوغ فيسبوك. لا اليوم العام اللي فات العام اللي فات قلنا راه مابقاش فيسبوك ولا كلشي كيقول لك لايف شوف فيسبوك لايف شوف فيسبوك. ايوا يمكن هذاك ديال فيسبوك يكون شويه ساهل كما قالك الدراري على ناخذوا غير هو ذاك صاحبنا ديال فخر الدين رشحي راه مازال نشيط
باقي تيدير باقي عاد مازال الانشطه ديالك. انا كنت صيفط لي واحد الرساله قال لي راه انتحال صفه وداك الشيء وبلوكاني مزيان وبقى مكمل غادي في ايوا خصني ندير خدمتي ندير خدمتك صافي سي مصطفى ما مرضش انا قلت لك باغي نسولك لا مازال الا بغيت يتحداك وما عيطش ليا وما قال والو لا بلوكاني بلوكاني لا صافي يا انا خصني غير دابا صافي صافي انا بالعكس عطيت واحد القضيه قلت لي مزيان الا كان عزيز عليك فخر الدين وداك الشيء ما تسميهاش فخر الدين سميها محبي فخر الدين ولا شي حاجه شي حاجه مزيانه بحال دابا هو دايرها بسميتك كانك انت اللي كتقول داك الشيء وانت اللي كدير انا ما عنديش مشكل دابا انا سهله لي الامور دابا من مين ما بغاش وما غادي بحال داك السيد الاولاني عقلتي اللي كان عندنا هنايا ايه اش كان وقع عليه اتصل بينا اتصل, اتصل بك انت وطلب اعتذار ولقينا سميتو قلت لي سير اودي ما كاين حتى شي مشكل دابا هذا السيد ملي ما بغاش ما صافي ما كاين حتى شي مشكل وحتى الاصدقاء اللي كيعلقوا في فيسبوك كيعلقوا كانهم كيهضروا مع فخر الدين ما كاين مشكل ناخذوا السي مصطفى من مراكش مرحبا السي مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام سي مصطفى اهلا وسهلا تسلموني بخير الله يبارك فيك الحمد لله فخر الدين الله يكثر خيرك السي مصطفى بارك الله فيك اختي ايمان الله يبارك فيك شكرا لك بخير اخا عندي واحد جوج اسئله مرحبا بك السؤال الاول سي فخر الدين يا خويا مرحبا هو علاش واحد المفارقه غريبه كاينه في البطوله المغربيه هذا العام اللعابه ديال المحترفين متالقين في القسم الثاني كيسجلوا كاملين واللعابه ديال الهوات محيحين في القسم الاول هذا انا بغيتي شنو السؤال ديالي زعما باش لا دابا اللعاب دابا كي قلت شي خص اللعاب شي ضافر جاي ضافر من البلاصه اييه شتي هذاك اللعاب اللي ماركه على اكادير بشحال مشى قال لك 36 كيلومتر في الساعه فيها 21 كيلومتر فيها 21 كيلومتر ولكن البرد ولكن شوف واحد القضيه تقدر تقول لي لعاب ديال الهوات وغادي يصعد مع الاتحاد التروقي ولا غادي يجيبوا تواركات يكون شويه زاعم لان ما كيكونش جاي من الهوات جاي من الهوات ولكن ما كيكونش عليك الضغط كبير غير انا نعطيك واحد يعني كيف كنقول واحد ليكزامبل هذا جاي كنا كنهضروا قبيله انا ومنير هاد اللعاب جبتيه وعطيتيه لفراقي كيلعبوا على كوب دافريك ولا جو سي با غادي يكون عنده مشكل يقدر ما يتادابتش ليك ما يمشيش معك هيا وقعد دابا في اتحاد طنجه واحد العدد كبير ديال اللاعبين جابهم بحال محمد الوردي في الوداد جابهم الزاكي ولكن ها هما لحد الساعه باقي ما ظهروش بمستوى جيد راه العكس كيوقع بعض المرات شي حوايج ما كتفهم والو في الكوره شكون هو اللي في الوداد شكون لا في الراجل الوردي لا الوردي مازال يلاه كنلعب مع الركراكي شي ماتشات باقي ما دخلش دابا مع عموته لا ماشي على عموته قلت لك بحال كندخلوا الركراكي في الماتش تاع كل بالصنوبر دخلوا ربع ساعه الاخرى هي قلت لك انا الوردي لعب ماتشات مع الركراكي لعب شي دقائق راه اسي مصطفى شي هاد مساله النجاح ديال اي لاعب من الهوات ولا هذا على حساب الفرقه اللي كيمشي لها الا مشيتي لواحد الفرقه ما فيهاش الضغط وما عندكش يعني شي حاجه كثيره كتعب عليها راه كتكون الحمد لله مطلوق وحتى لي فيكتيف وهاد القضيه سي فخر الدين وي خويا على فريق الجيش الملكي اييه فريق الجيش الملكي البارح راه هو خلى السيد كل قويه علاش عرفتي علاش غادي نعطيك واحد القضيه ذاك اللعب اللي كان كيدير العربي الناشي في بركان راه ماشي هو اللي كيدير في الجيش راه الناشي العربي راه ما تنتظرش منه يعطيك شي كوره راه كيلعب عرض وكي هذاك الشيء راه يديروا اي واحد غير باش نوضح لك هذا الوردي راه ابن مدرسه الوداد ولد سبور ومشى للتماره فهمتيني وما بقاش ما بنسولك السي فخر الدين ما بقاش في الواك نعم خويا السي فخر الدين بنسولك شفتك ذاك النهار مع السي حسن نادير اييه وكنت هضرت مع السي حسن نادير شي عامين هادي اييه على ولده وقيله محسن سميتو محسن راه كاين في البرتغال لا مشى للبرتغال كيفاش مشى واش تباع واش اعاره لا عاش تما هو وعندو عندو ناسيوناليتي هما راحوا تما ملي كانوا في الوداد لا ما كنظن مع عمره ما كانوا هما ديجا كانوا مع سولته وانا مع سولت سي حسن قلت ليه واش ما يمكنش نشوفوا شي ولدك قال لي راه كاين ولدو ليه قال صغير يمكن صغير كاين في الوداد يمكن غادي تشوفوا في الوداد لا قال لي كاين ولكن شكون ولدو اللي كاين في الوداد لكن سولته هو شخصيا قلت لا عنده هذوك الدراري عنده الدراري راه كبار وواحد دابا راه صغير كاين ولكن هذا الصغير باقي ما كاين انا سولته هو اللي شخصيا في التليفون قال لي دخلت لي الشك دابا بزمني خصني من سالين عيطين قول له واش عندك شي ولد في الوداد قول له انا في رمضان هضرت مع شي عامين مرحبا خويا مصطفى ما بقى ديال سي فخر الدين نتمنى هذاك عيسى السيودي اييه نتمنى ما يدير لناش اليوم بحال كي كان دار لنا واحد الخطره التاكناوتي فاش داروا إعارة طنجة كيفاش هو اللي وقف الوداد لا ما لعبش كاع تاكناوتي ضد الوداد اي كانوا دايرين الحارس اللي لعب لا تاكناوتي ذاك العام كان لا كانوا لانه معار كان ما لعبش ضد الوداد ها
ولكن ولاو فكود ولاو حيدوا ذاك المشكل وقال واحد العمله لعب ضد الوداد ولا لا ما لعبش ضد الوداد حتى قناوتي كانوا دايرين واحد البوند ما يلعبش الحارس ضدهم ولكن واقيلا حلوه ولكن ما لعبش ضد الوداد حلوه ولا سدوه المهم راه ما لعبش ضد الوداد ويكون خير يكون خير اسي مصطفى ما نتمنى ما يقولش لنا السيودي ويكون خير بيناتكم هضروا معاه الله يبارك فيك الله يحفظك اخويا مصطفى تحياتي تحياتي لكم من حدث جيد الطاهري تبارك الله عليك شكرا مخلص العبداتي قال لك منطقيا كما يتم اقصاء لاعبي الخليج من المنتخب الوطني لان الريتم ضعيف الا يجب كذلك اقصاء المدربين اللي جايين من الخليج يدربوا المنتخب حيت حتى هما الريتم ديالهم غادي يكون ضعيف دابا على من كتدق السي العبداتي ديريكت لا هو كان في الخليج هذه عامين قبال ودار تجربه مع الدحيل دا بطوله مع الدحيل قدرت تنجح ما تنجحش الخليج صعيبه في العمل غير هو في الدحيل فاش كنت راه كان معك مانزوكيتش في الريس وكان معك بن عطيه احمد افروخه تمنى من بدو الزكي الابتعاد عن التدريب والتركيز على التاطير والتكوين في الجامعه راه كان في التاطير والتكوين في كان الجامعه كان كان احتراما له لان طريقته في العمل والصرامه ديالو لا اظن انها ستعطي وكلاء مع هذا الجيل الجديد وشكرا تحياتي هنا كاين جوج ديال المشاكل اولا راه ماشي غير الزكي اللي كان في التكوين والتاطير في الجامعه راه كان هو وكان نحسبوا عموته والطوسي واحد العدد المدربين اللي هما بغاو يعاودوا يرجعوا ل لي بوندوتوش بغاو يعاودوا يرجعوا يخدموا هذه الطريقه دي اللي قلتي ديال الصرامه ستعطي اكلاها مع الجيل الجديد هنا كاين مشكل لانه هذا ما كيهضر عليه فخر الدين عقليه جديده ديال اللعابه خاص المدربين اللي يكونوا دايرين لا ميزاجور معاه فوالا بحال مثلا محمد فاخر كان وقع عليه يمكن هذا الشيء مع الحسنيه محمد يانيت عاوتاني تمنين تبع الحسنيه تمنين جات مع الحسنيه مع المحمديه وكنا عطينا مثال لان محمد فاخر مثلا كان مع الحسنيه ديك الساعه مع حموم وحال ومع هذا ماشي هما وفاخر اللي غيدخل مثلا الفيستير وغيلقى اوشلا وحافظ عبد الصادق والعاير والدنيا كيتقبلوا هذا ماشي اللي غيلقى مثلا دي جون بحال هكا سي محمد من السماره تحياتي سي محمد من السماره مرحبا بك سي محمد الو السلام عليكم وعليكم السلام سي محمد اهلا وسهلا الله بخير وخير تا سي محمد واحد سؤال للسي فخر الدين سول اخويا سولو واش دابا شداوي ولا ودادي ولا منين هذا السؤال ديال هذه اللحظة لا بلاتي باش نهضر معك القضيه ديال الوداد لا تناقش انت كوداد داك الشيء عرفتي علاش ملي كتقول لي بحال هكا بحال كديرني كنت شي يومين وثلاث ايام ومشيت ما كنعرفش هذه راه فرقه اللي عشنا فيها وتربينا فيها ملي قلت لك ذاك النهار ملي خرجت من عند امي وبا دخلت فين دخلت العائله اللي غندخل لها نعيش معاها شنو هي الوداد هذيك هي العائله ديالي الثانيه اللي غادي نعيش فيها وبقيت عايش فيها الحمد لله منذ 30 عام الى يومنا هذا راه حنا ديما غنبقاو الحمد لله ثم هاد شادة اف ام حنا كنجيو كنهضروا معكم مرحبا تناقشوا معكم وكندير في عوض تلقى معايا في شي قهوه جالس كيحصل لنا الشرف ملي جديت اليوم في التليفون حيت الا لقيتيني في الزنقه وتهضر معايا الكره ما نهضرش معك عليها وغادي تفاجئ بون راه لسوتي صحابي وداك الشيء راه ملي كنكون في شي بلاصه راه ما نقدرش نقدر نهضرش على الكره شوف اسمح لي معك محمد من سمارة الاقاليم الجنوبيه مرحبا بك نتمناو دير لنا زياره خاصه لمدينه سمارة ونجيو نديروا برنامج من تما ان شاء الله بون سيدي مع الريجيون ديالو حنا ندوي شوف اتصلتي ندوي مع الناس ديال الاداره وما نكرهوش والله العظيم نمشيو ندوزو معكم شي اسبوع تما ولا هذا ما فيها حتى شي حاجه مرحبا اسبوع سيدي ديال البرامج ونستضيفوكم تما وتقولوا لنا اش كاين وهذا ما كاين حتى شي مشكل مرحبا هذوك الاقاليم راه قليل فاش كتهضر شوف معك انا كنهضر معك كجور الساقيه الحمراء انت لعبتي مع الساقيه الحمراء 1993 الله الله تبارك الله 94 95 96 97 98 مونديال فرنسا علق الصباط صافي فين علقتي في الدار والله ماشي كزال سوفينير هو سوفينير مونديال على فرنسا مرحبا بك شحال عندك من عام اسي حال نعم شحال عندك 40 دابا 40 باقي صغير 42 باقي صغير كارون باقي الحمد لله ملك الحمد تبارك الله الله يطول لك عمرك الله يطول لك اللقطات ديال بدو الزكي باقي في عينيا بدو الزكي في الساقيه في التيران ديالهم مستعد الى باقي مكسيك هذاك التيران اللي كنهضر عليه ديال العيون لعبت فيه انا ديك الساعه مشينا حنا في طياره خاصه ديال العسكريه وكنلعب معنا الدرهم ولعب معنا شوف ولعب ضدنا الدرهم
حسن الدرهم. حسن الدرهم لعب ضدنا، لعبنا في هذاك التيران اللي فيه السوق كيدوزوا الناس غادي كيتقداو وحنا لاعبين لتحت ياك. كان حسن الدرهم وكان الركاع، الركاع العروسي، الركاع العروسي هذيك اسطوره. هذاك هذاك الساعه الوداد مشينا لعبنا تما في التراب والتيران داير بين الكريش. غادي نزيدك حنا ديك الساعه يلاه ميني ساقي الحمراء طلعنا عاوتاني جينيور طلعت سينيور. واش انا ديك الساعه انا راني كنلعب حتى وانت مينيم بلاتي. جانا دابا السوفير وقوات مساعده. السوفير هاد الفرقه، هاد الفرقه اللي كتهضر عليها تخلطت مع اللعابه ديال القوات المساعده. ايوا التاريخ، التاريخ، التاريخ. شكرا لك السي محمد. ردينا شويه واحد شويه. هاد الماتش اللي عطيتيني فكرتيني فيه بعدا ديال العيون، لانه مشينا ديك الساعه في طياره خاصه كفريق الوداد، ديمان الوداد، ولعبنا تما مع سميتو في ذاك التيرا، ولعب معنا حسن الدرهم الرئيس دابا اللي كان ديال فريق شباب المسيره. وفي هذيك ليبوكا سي محمد كان المدرب هو المعطي. واي 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 سي محمد التاريخ يحكي نفسه. دابا انت 42 وانا 45، راه ماشي شي فرق كبير، ولكن انا شوف الديفيرونس. تحياتي لك سي محمد. ديفيرونس شوف دابا انت، انت دابا في سماره راه ما غاديش تكبر بزاف. تحياتي سي محمد. حراره. شكرا لك سي محمد. تحياتي سي محمد من سماره، وتحيه تحيه لوداد سماره ديال كره اليد. الله علاش تك انا الا كان برامج تما والله العظيم استضافوا بزاف ديال وداد سماره ديال كره اليد. خاص الناس يعرفوا بانه يمكن الفريق الرياضي اللي داير الدبلوماسيه الموازيه. تبارك الله. كان كيربح البطوله ولا الكاس كيمشي يشارك في شي تورنوا. شي وحدين ما كيعجبهمش شحال كينسحبوا. اييه الله يبارك فيك. علاش؟ حيت وداد سماره. حيت وداد سماره. تحيه لوداد سماره. شكرا سي فخر الدين. تحيه لك منير ولجميع الناس اللي كيستمعوا لينا. وشكرا لك ايمان. شكرا لك منير. شكرا كابتن فخر الدين. نتلاقاو غدا ان شاء الله في الحلقه ديال يوم الغد، غدا الخميس بحول الله. وفي هاد اللحظات حمزه هو كيشوف فيا، شوف فيا مزيان حمزه. بقيت اوقات ممتعه على شاده اف ام الساعه الثالثه باستوديوهاتنا. الى اللقاء.